مبدئيا سيكشن البراشلس دي سي اللي هو بتاع الجزء بتاع دكتور مهاب ده المفروض مسؤول عندك بالتفصيل في الفيديو بتاع السنه اللي فاتت تمام. اللي هو لسه هشرحه بكره وهشرحه بعد. المسائل بتاع دكتور مهاب سهله جدا 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 ودي ان شاء الله هوريها لك النهارده برده تمام. طيب دكتور شلبي اسهل من دكتور مهاب برده في المسائل. دكتور شلبي مش متصور قبل كده السكشن نفسه مش متصور تمام، بس المسائل موجوده محلوله بالتفصيل. هم خمس مسائل كل مساله بالظبط تتحل في حته قد كده، هو اللي القانون بيتعاقب فيه. حتى الفاينل كان حاجه زي كده اللي هو جاب السنه اللي فاتت. طيب الجزء بتاع دكتور شلبي يعتبر اول سنه يدرسه السنه اللي فاتت عشان بس الناس لما ترجع للامتحانات والكلام ده كله، او السنه الترم اللي قبليها تقريبا يعني مش فاكر والله اللي قبليها حاجه زي كده. ايه؟ السنه اللي فاتت امتحاناتي كلها لا امتحان على البلاد على الكلاس روم يعني كان في امتحان. طب ارفع لكم الامتحان اللي هو بتاع السنه اللي فاتت كان سهل برضه يعني. فالمهم انا النهارده اعمل ايه؟ النهارده هحاول اقفل لك جزء دكتور شلبي وان شاء الله جزء دكتور مهاب النوتس المهمه والباقي انت هتروح تجيبه من السكشن بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله، ولو في مشكله تكلموني في اي وقت. طيب الجزء ده بيتكلم عن ايه بقى دكتور مهاب ودكتور شلبي؟ الكلام ده شلبي بيتكلم على ما يسمى السنكرونس موتورز تمام؟ طيب حضرتك اخذنا في جزء دكتور محمود اتعرضنا للكلام ده كله بس تحت ما يسمى الوان روتر سنكرونس موتور. يعني ايه وان روتر؟ يعني الروتر الملفوف. يعني حضرتك عندك روتر وانت بتلف عليه ملفات بطريقه معينه تمام؟ طيب ده جزء ايه؟ ده كان عباره عن نون سيريال موتور تمام؟ و السيريال تموت. السيريال و النون سيريال. طيب الاثنين دول في حاجات مشتركه بينهم وفي حاجات مختلفه. ايه وجه الاشتراك؟ وجه الاشتراك ان السيتر بتاعك في الحالتين بيكون زيه زي السيتر بتاع سي فيز اندكشن موتور، عباره عن سلندر عباره عن اسطوانه وفيها ثلاث انواع من الملفات اللي هي الفيزياء ايه والفيزياء بي والفيزياء سي، وحضرتك بتلفها اللف العادي خالص اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللاب كونكشن مثلا والكلام ده كله، وفي الاخر بتطلع بثلاث اطراف سوري بثلاث ملفات ليهم ست اطراف ولا اما توصلهم وصل يا اما توصلهم ايه؟ يا اما توصلهم دم. ده بالنسبه لك شكل الاستيت. طيب الروتور في حاله النون سيريال تمشين بيكون برضه عباره عن سلندر وحضرتك بتيجي على تلتين او ثلاث ارباع او اربعه على خمسه او خمسه على سته من الشكل ده كله بتبدا تحط مجموعه من السلوتس تمام؟ بتعمل فيه مجموعه من المجاري او السلوتس وبتمسك ملف رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد في الاخر بتطلع بيه طرفين تمام؟ والطرفين دول كل واحد فيهم بيثبته على السبرينج والسبرينج نفسها بتثبته على برش وفي الاخر بتغذيه بيه دي سي كارنت تمام؟ وفي الاخر بغذيه بيه دي سي كارنت. طب المكان الفاضي ده بعمل فيه ايه؟ هقول لك كمان شويه. ده في حاله النون سيليانت ماشين او النون سيليانت موتور. طيب في حاله سيليانت موتور ده بيبقى عباره عن سلندر بالشكل ده كده وحضرتك بتجيب حته حديده بطريقه معينه بتصنعها على اي شكل جول تمام؟ وتحطها مثلا وليكن هنا وفي واحده ثانيه مثلا وليكن تحت واحده كده واحده كده. كل واحد من ده بقول عليه بول تمام؟ بسميه بول. البولز بتاعتك خارجه لبره. البولز خارجه لبره. بالاضافه ان حضرتك بتروح تجيب الملف بتاعك وبتبدا تلف عدد ملفات هنا كنت بسميها ال ان اف وبعد كده بتبدا بنفس السلك بس بتلف في اتجاه عكسي للبول الاولاني بتلف نفس عدد الملفات وهكذا وهكذا وفي الاخر بتطلع بطرفين والطرفين دول مثبتين على نفس النظام برضه تو سليبرين وفي الاخر بتثبته على برش تمام. بس خلي بالك الملفات اللي انت بتلفها هنا لو انت لفينها مثلا في اتجاه معين بحيث لما يمشي فيها الطيار مثلا يعمل فلكس لفوق وليكن ان مثلا هنا يعمل اس هنا يعمل ان هنا يعمل اس دي بسميه النون سيليانت ماشين او الانجكتد ماشين ودي بس سوري انا اسف دي بسميها سيليانت او الانجكتد ودي بسميها النون سيليانت او بسميها التربو او بسميها السلندريكال ماشين او بسميها الهاي سبيد ماشين دي بسميها لو سبيد ماشين دي سرعات عاليه سرعات واطيه. ده عدد البولز دايما بيكون 2 4 وغالبا بيكون 2 ده دايما بيكون اكبر من 4. ده لو احنا بنتكلم على محط على جنريتور ده بيستعمل في محطات الستيم تيربل ده بيستخدم في محطات الهايدر باور ستيشن لو احنا بنتكلم على جنريتور. طيب
الحته بقى الفاضيه اللي انت سايبها دي ليه؟ حضرتك اخدت مع دكتور محمود ان الراجل ده للاسف نون سيلف ستارتنج، ما بيشتغلش لوحده، عاوز حد يزق زقه عشان يشتغل، تمام؟ فبالتالي محتاج وسيله معينه علشان يشتغل. من ضمن الطرق ان حضرتك بتيجي في المسافه الفاضيه دي بتعمل برضه سلوتس، بس السلوتس دي بتحط فيها برات، مش ملفات، بتحط فيها برات، تمام؟ وبتقفل عليهم من الناحيه دي وطبعا من ورا، وبتقفل من هنا وبرده من ورا. اكلك بالظبط عملت سكويرل كيج اندكشن مود، البارت اللي فوق الشباب اللي هي بالازرق دي، اكلك عملت برات قفلت عليها من هنا وقفلت عليها من هنا، اكلك عملت سكويرل كيج. فبالتالي المكنه دي في لحظه البدايه بتشتغل اكنها اندكشن مود. وخلي بالك الملفات دي يا شباب بسميها دمبر وايند، الدمبر وايند، والغرض منها ان انت بتعمل ستارت للموتور. وانس ان الموتور خد السرعه بتاعته ووصل للسنكرونيزيشن، الملفات دي مش هيبقى لها لازمه، البراد دي مش هيبقى لها لازمه من نفسها. ليه؟ ان الفلكس اللي بتولد فيها او الانديوز دي اللي بتولد فيها بيبقى متولد نتيجه ان في ريلاتيف سبيد بين الماجنتيك فيلد وبين السرعه بتاع الماشين نفسها. وانس ان الماشين هيبقى لها نفس السرعه بتاع الماجنتيك فيلد مش هيبقى فيه معدل قطع للفلكس، فبالتالي مش هيبقى متولد عليها اي حاجه. تبدا تشتغل امتى؟ لما يحصل اي ديستربنس في السيستم اللي عندك وسرعه المكنه بتاعتك تختلف عن سرعه الماجنتيك فيلد، فالمكنه بتاعتك ترجع تشتغل تاني. وعشان كده سوري الدمبر وايندنج يرجع يشتغل تاني. وعلشان كده الدمبر وايندنج دايما ليه وظيفتين، ليه اما وظيفه الستارتنج في حاله الموتور، او في حاله ان انت بتظبط بيه الاستابيليتي والكلام ده كله في حاله الجنريتور. في مشكله في الكلام الظريف ده؟ طيب هو مبدئيا برضه نسيت اقولها بس المفروض انتوا برضه شفتوها في الفيديو اللي فات، هو ليه اساسا الراجل ده نون سيلف ستارتنج؟ ليه المكنه اساسا ما بتشتغلش لوحدها؟ لسبب بسيط، ان الاستيتور نفسه نتيجه ان حضرتك بتغذيه بثري فيز كرنت بيتولد فيه روتيتنج فيلد بينقل في بسرعات الناس. في حين ان الروتر بتاعك سواء كنا بنتكلم في السيليانت او النون سيليانت الماجنتيك فيلد جاي من دي سي كرنت. فالفلكس هنا بتاعك هيبقى سرعته بكام؟ الفلكس هنا هيبقى عباره عن ستيشنري فيلد فالسرعه بتاعتك ايكوال زيرو. فعندك بالظبط كده فلكس بيتحرك وفلكس ثابت. الناس دي ما تولدش تور، الناس دي ما تولدش تور، فبالتالي هيبقى النت تورك بتاعك او الكومبلكس تورك هيبقى بكام؟ بزيرو. فانا بحاول اخلي الراجل ده مثلا روتيتنج فيلد، او بخلي الراجل ده استيشن فيلد. ارجع للورق اللي انا كنت كاتبه لك هتلاقي فيه اكتر من طريقه من طرق الستارتنج بتاع الموتور. ليه انا بقول الكلام ده؟ ان ده ممكن يجي لك سؤال نظري في الفاينل، ايه هي طرق الستارتنج بتاع 3 فيز اندكشن موتور؟ اول طريقه بالنسبه لك ان انا بستعمل اندكشن موتور علشان يشغل السنكرونس موتور ده عند سرعه قريبه من ال ان اس، تمام؟ وانس ان السرعه قربت من ال ان اس ابدا اشغل الفيل. معلش بس انا بقول هنت بس وخلاص، وارجعوا للورق او ارجعوا للفيديو بتاع السنه اللي فاتت عشان لسه في كلام كتير. فاول طريقه ان انا بعمل له ستارت اب عن طريق ان انا بستعمل اندكشن موتور بيلفف الموتور ده عند سرعه كبيره قريبه من ال ان اس. وانس ان انا قربت من ال ان اس ابدا اشغل الفيل بتاعي. الحاجه الثانيه ان انا بستعمل ما يسمى الدمبر وايل اللي انا سالك معناها من شويه اللي بتبقى هنا. طب وهنا بتبقى فين؟ شايفين شكل البول فيز من فوق اللي هي الحته دي؟ بحط الدمبر ويندنج هنا وهكذا باقي البولز اللي عندي. الحته اللي فوق دي بحط فيها اللي هو السكوير تيج. الطريقه الثالثه ان انا بستعمل ما يسمى الانفرتر عشان اقدر اشغل بيه الاندكشن موتور. ده يا شباب طرق الستارتنج اوف سنكرونس جنريتور. سنكرونس موتور دي الطرق المستعمله عشان تقدر تشغل بيها الموتور، تمام؟ يا اما بستعمل اندكشن موتور معاه وطبعا ده مكلف جدا، يا اما بستعمل دمبر ويندنج وده بيكون مكلف برضه، يا اما موضوع الانفرتر. طيب المعادلات بتاع ال 3 فيز نون سيليانت موتور، نون سيليانت سنكرونس موتور زيها بالظبط زي الجنريتور، زيها بالظبط زي الجنريتور. الفرق الوحيد ان حضرتك لما تلاقي نفسك بتكسب الكورنر سيركت حاجه بالشكل ده هتلاقي ان الفي اس انت اللي حاطه، فالكرنت هيمشي بالشكل ده، وهنا جي اكس اس وهنا الاي اف. هتلاقي المعادله هنا بتقول ان الاي اف هي عباره عن الفي اس ناقص الجي في الاي اي في الاكس اس. ده يا شباب الفرق. الفرق بالنسبه لك ان انت بدل ما كنت هناك بتقول في ال زائد الجي في الاي في الاكس اس،
هنا بتقول ناقص الفيس ناقص الجي في الاي اي في الاكس اس. طب ده ياثر معاك في ايه؟ ياثر في شكل الباور فلو وياثر في شكل الفيزر زي جرام. الفيزر بالنسبه لك انت نفسك بترسم حاجه زي كده، ده الفي وليكن الكرنت. خليني مثلا اسهل حاجه بالنسبه لنا، اول حاجه يونتي باور فاكتور يبقى هنا ادي في اس وادي الار اي. لو حابب ترسم معادله زي دي هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ ماينس جي في الاي في الاكس اس، يبقى التم ده عمود على الاي من نهايه مين؟ الفي. بس نتيجه الماينس ده هتلاقي نفسك بترسم انتي كلوك وايز، يبقى هتلاقي نفسك بترسم حاجه زي كده. يبقى ده سالب الجي في الاي اي في الاكس اس، وده اللي دافع له مين؟ ادي الاف. ودي كده بالنسبه لنا الدبل. ده كده اليونتي باور فاكتور. طيب في حاله اللاج هتلاقي نفسك بقى ادي الفي ادي الاي عمود على الراجل ده من نهايه الفي انتي كلوك وايز، هترسم الجي في الاي اي في الاكس اس واللافت عليهم هو الاف. بس خد بالك ان دي كده الدلتا ودي كلها مين؟ الفور. طيب في حاله اللي طبعا ده كده في حاله اللاج، في حاله اللي ادي الفي ادي الاي ودي كده بالنسبه لي الفاي عمود على ده من نهايه الفي، هتلاقي نفسك بترسم لفوق سالب الجي في الاي اي في الاكس اس واللي قافل عليهم ده هو الاي والزاويه دي الدلتا. ده في حالة الليد ماركر. طبعا في الحالات كلها هتلاقي دايما ان الاي لاج الفي، دايما الاي لاج الفي، او بمعنى اخر الاي هتطلع معاك دايما مقدار والانجل هتطلع معاك ايه؟ ناقص دلتا. هنا كانت بتطلع زائد دلتا. ده كده يا شباب كانت المعادلات اللي احنا بنحل بيها في حاله النون سيليان مود. ما سهله المسائل بتاعته سهله جدا 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 من جهه الامتحان بتكون سهله، تمام؟ طيب في حاله بقى السيليانت ماشين، لا السيليانت ماشين الموضوع بيتعقد شويه. ليه؟ ان انت هنا بالنسبه لك في حاله السيليانت ماشين لو انا رسمت الاستوتر بتاعك كده من بره هلاقي ان الدايمنشن ده او اللينس ده غير اللينس ده. الايرجن بتاعك دايما مش ثابت، فدايما الفلكس بتاعك دايما شايف ايرجن متغير. الايرجن ده يا شباب دايما يؤثر في، هو انا ممكن تكملت لك اللي احنا عاوزين نشرحه ايه بس مش مهم. نتيجه ان الفلكس مره بيشوف لينس ال دي ومره بيشوف ال كيو، مره بيشوف لينس اتجاه دي ومره بشوف ناس ثلاث اتجاه كيو. الناس دي يا شباب الناس دي بتاثر في حسابات ما يسمى ال ايه؟ ايه دي؟ الريلكتنس، تمام؟ انا بتعامل مع ماجنتيك فيلد. طيب فده بالنسبه لك كده هتلاقي بالنسبه لك الفلكس مره بيشوف ار معينه اللي هي الار دي ومره بيشوف الار كيو. دي نفسها تظهر في حسابات بقى الاكس اللي هي الاكس دي مره والاكس كيو مره. الاكس دي والاكس كيو، تمام؟ اللي بسميها الرياكتنس يعني او الليكس فلوكس او زي ما انت هتسميها. طيب فبالتالي هنا هتلاقي ان اللينس بتعديه اقل من اللينس بتاع مين؟ الكيو، مش كده ولا ايه؟ الرسمه اللي احنا رسمناها من شويه. فده في الاخر يخلي لك الار دي اقل من الار كيو. وعندك ال اللي بقى اللي هي جوه الاكس دي. بصوا بلاش دي ماشي. الاكس دي يا شباب هي في الاخر عباره عن الاوميجا في ال، والال نفسها هي عباره عن ال سكوير على الار. فصاحب الار الكبيره هيبقى الاكس بتاعته صغيره، مش كده؟ معايا ولا ايه؟ فده في الاخر هيقول لك ان ال دي بلاش اقولها ال عشان تتلخبط، هتلاقوا ان كلمه ليس هتلخبط من كلمه الدكتور ثاني، خلينا نسميها اكس على طول. هتلاقي ان الاكس دي اكبر من الاكس كيوب، تمام كده؟ دي جت منين؟ من نتيجه ان الاكس اللي هي عباره عن اوميجا في ال اللي هي عباره عن اوميجا في ال سكوير على
اهو. حد عنده مشكله كده يا شباب؟ يبقى انا عندي هنا 2x والاكس مختلف عن بعضه. طيب فبالتالي انا هنا عندي الاثنين دول. فحضرتك لما تبدا تشغل المكنه بتاعتك او لما تبدا تغذيها بفولتج معين هتلاقي ان الاف هي عباره عن الفي اس ناقص الجي فالاي دي الكومبوننت بتاع الاي في اتجاه الدي في الاكس دي ناقص الجي في الاي كيو اكس كيو. هناك كنا بنقول على اكس اس وخلاص، المره كنا كاتبينها من شويه، كنا بنقول الفي ناقص الجي في الاي في الاكس اس، لا انا عندي هنا الاكس اس اكنها نصين، اكس دي واكس بلاش اقول نصين ترمين، اكس دي واكس كيوب، تمام؟ هي دي المعادله بالنسبه لنا. هناك كنا بنكتب التورك هي عباره عن 3 في في الاي على اكس اس في ساين دلتا. هنا هتلاقي نفسك بتكتب التورك هو عباره عن ترمين. هو 3 في في الاي اف على الاكس دي الاكس دي ساين دلتا بالاضافه ان بيبقى في ترم تاني نتيجه اختلاف الاكس دي على الاكس كيو يبقى 3 دي سكوير على 2 اوميجا 1 على اكس كيو ناقص 1 على اكس دي ده ساين 2 دلتا. هنا الترك بيكون ليه ترمين. ترم بيكون نتيجه الاكسيتيشن اللي انت حاطه اللي هو الفيلد كارنت تمام؟ وترم تاني نتيجه اختلاف الاكس دي عن الاكس كيو بيبقى فيه ترمين، ترم نتيجه الاكسيتيشن الفولتج اللي انت حاطه من بره وترم تاني موجود اساسا نتيجه اختلاف الاكس دي والاكس كيو. الترم ده يا شباب اللي هو في الاول ده بسميه الرياكشن تور. الترم ده بسميه الريلكتنت دي مكتوبة غلط طبعا يعني. يبقى انا عندي فيه ترمين قول لي. هو اول ترم ده اللي هو بتاع الرياكشن مش المفروض نقسم على اكس اس ولا ايه؟ لا ما انت هنا بتتعامل مع المكنه اللي هي فيها اكس يو اكس كيو وما عندكش اكس اس. المكنه اللي هناك اللي احنا كنا واخدينها من شويه اللي هي النون سيليانت ماشين هي فيها اكس واحده بس اللي هي الاكس اس. اما انت هنا في حاله السيليانت ماشين لا عندك اكس دي اللي هي تكافئ الاكس اس او تبقى قيمه قريبه من الاكس اس واكس كيو. فانت هنا بتقيس على الاكس دي مفيش اكس اس هنا خالص. فانت هنا في الترمين في الرياكشن تور اللي هو الناتج عن الاكسيتيشن وفي ترم اللي هو الريلكتنس تور الناتج عن اختلاف الاكس دي عن الاكس كيو. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب مبدئيا معادله زي دي احلها ازاي وارسمها ازاي؟ نتيجه ان مش ده اللي بيبقى جيفن في المساله، انا ما عنديش ولا قيمه الاكس دي ولا عندي قيمه الاكس كيو. الجيفن بتاع المساله دايما بيكون فولت الاكسات اللي هي الاكس دي والاكس كيو ومعلومه معينه دي منها الارميتشر كارنت اللي هو الاي اي اللي هو الكارنت التوتال اللي ماشي من بره. طب هو ايه علاقه التوتال كارنت بالاكس دي والاكس كيو بالاي دي والاكس الاي دي والاي كيو؟ هتلاقي نفسك بتقول حاجه زي كده ان مثلا لو ده اتجاه الدي وده اتجاه الكيو فهتلاقي ان الاي اي بيكون عامل زاويه معينه اسمها ابساي بالشكل ده كده بحيث ان هنا اقدر اقول ان الاي دي بيساوي الاي اي زي ابساي والاي كيو هي عباره عن الاي اي ساين ابساي. هو في سؤال مهم، هو فين الدي والكيو اساسا؟ فين اتجاه الدي وفين اتجاه الكيو؟ لو انت رجعت رسمت المكنه من ورا وجديد ادي الرسوم بتاعك وده الروتور هو ده كده البول اكسس هو ده اتجاه الدي. الكيو اكسس اللي هو بيكون عمودي عليه هو ده اتجاه مين؟ الكيو. ايه؟ ايوه لسه كان دايما 90 درجه. زميلك بيسال في ايه؟ ده كده لو اتنين بول الموضوع سهل، طب لو اربعه بول؟ ادي لو اربعه بول. ادي اول واحد، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. حضرتك لو قلت ان ده هو الدي فين الكيو؟ عمود عليه 90 درجه، بس خلي بالك 90 دي الكتريك، فميكانيكا هنا هتلاقيها هنا.
اللي هي 45 درجه. فاهمني؟ طيب هو ده اتجاه دي واتجاه كيو. طب اسال سؤال بالمره يعني عشان نيجي نحل كمان شويه. الاف دي هيبقى اتجاه دي ولا اتجاه كيو؟ كيو. ايه؟ الاف دي كيو. جات من ايه؟ بص بكل بساطه مش احنا بنلف الملفات هنا؟ بنلف الملفات كده. فالفلكس نفسه بيكون في الدايركشن ده. الفلكس نفسه بيكون واخد الدايركشن ده. طب ايه علاقه الفلكس بالاي؟ في زاويه سي. فتلاقي ان الاي هي واخده دايما زاويه مين؟ الكيو. الاي دايما هتلاقيها في الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الكيو. طب اللي انا كنت عاوز اقوله ان حضرتك هنا ما تعرفش الابصار. فبالتالي مش هقدر اجيب ده لوحدي واقدر اجيب ده لوحدي. فبالتالي مش هقدر اعوض الايكويشن زي دي، مش هحل مساله الايكويشن دي. تمام؟ فبنحل المساله بطريقه ثانيه. ايه هي؟ لو حضرتك عندك الجيبن بتاعتك لو احنا كان عندنا الترم الجيبن في المساله الفي اس وقيمه الاي اي وقيمه الفاي وقيمه الاكس دي وقيمه الاكس كيو، وده شباب هو اللي بيحصل اساسا في المساله عندنا، ده اللي بيبقى غالبا عندنا في المساله. احل مساله ازاي؟ الموضوع بيبقى سهل جدا جدا جدا. حضرتك بكل بساطه قيمه الاي دي اضربها في الاكس دي وسميها مثلا وليكن اي بي بقيمه الاي اضربها في الاكس كيو وسمي الكلام ده وليكن اي سي. ولازم تبقى انت متخيل في دماغك ان الترم ده هيطلع اكبر من الترم ده نتيجه اختلاف ان الاكس دي اكبر من الاكس كيو، مش كده؟ طيب بعد كده حل مسألة ازاي؟ بكل بساطة حضرتك عند أي مكان ارسم الفي. بعد ما رسمت الفي ارسم الدايركشن بتاع التيار بناء على الفاي بتاعتك قد ايه؟ الأسهل بالنسبة لنا أو مش الأسهل ممكن أرسم لكم كلهم وخلاص يعني. في حالة اللاج باور فاكتور عشان حضرتك موتور أجنريتور. المسألة دي ممكن تيجي موتور أو ممكن تيجي جنريتور يعني. ارسم لكم كيس واحده بس هنا وهنا. تمام؟ طب لو انا هتكلم ده في حاله الجنريتور بس خلي بالك الجنريتور بس الفرق في المعادله اللي كانت فاتت دي هيبقى زائد زائد بس زائد جي في الاي في الاكس دي الاكس وزائد الثاني. تمام؟ طيب في حاله اللاج كده كده انا عارف الطياره اهو. تمام؟ الزاويه دي كام؟ فاضي. طب فين بقى باقي الحاجات دي؟ بعمل ايه؟ بكل بساطه من نهايه البي عمودي على الاي، من نهايه البي عمودي على الاي، برسم الترم الكبير ده. تمام؟ فاجي راسم لفوق عمود على الراجل ده كده. عمود عليه يا شباب. برسم لفوق مسافة الاي بي. ادي البي وادي هنا الاي. كده انا رسمت فوق عشان جنريتور صح؟ عشان ده جنريتور. عشان ده جنريتور، تمام؟ طيب يبقى انا رسمت فوق عشان جنريتور. ده مين؟ الاي بي. طب فين الاي سي؟ اكيد السي نقطه في النص. مش بلاش اقول في النص، في المكان ده. تمام؟ وليكن هنا. ادي النقطه سي. بمجرد ما رسمت النقطه سي اطلع من الزيرو اللي هو مثلا وليكن هسميه اهو. اطلع بخط كده. هو ده شباب اتجاه الكيو اكسس. يبقى من النقطه سي بطلع لفوق ده اتجاه الكيو اكسس. طيب من النقطه دي انزل عمودي على اتجاه كيو وسمي النقطه دي دي. بمجرد ما حددت النقطه دي هتلاقي ان الاو دي هو نفسه الاي اف اللي انت بتدور عليه. وطبعا مش عايز افكرك ان ده هتبقى مين؟ الدلتا. تمام؟ طيب اشرح لكم في مين؟ في الجنريتور عشان بس ما اضيعش وقت. معلش في الموتور عاوزين كيس ثانيه ولا ممكن ولا نفس الكيس؟ ناخدها ليد. ناخدها ليد لاج ولا تاخدها ليد ولا تاخدها ايه؟ ليد. هتلاقي نفسك ده مين؟ الفي. ده الاي اي عمود على ده من نهايه الفي فوق. هتلاقي نفسك العمود اهو ده ادي الاي بي ادي السي اطلع ادي اتجاه كيو. تمام؟ طبعا السي عمود على ده كده
هو ده دي. يبقى دي كده بالنسبه لنا الدلتا، ده كده بالنسبه لي الدلتا. ونفس النظام برضو الاو دي هي نفسها مين؟ الياف. في مشكله كده يا شباب على فكره الموضوع سهل جدا، يعني مثلا السيلينت بول ما تبقاش صعبه عليك، لا تتحل بسرعه كمان ان شاء الله. حد مدمن حاجه؟ طيب ده كده مسائل السيلينت بول ماشين، او اللي احنا بنسميها بقى تحت مسمى اللي هو تور اكشن سير. تمام؟ بس خلي بالك ان دايما في ترمين في التور، ترم نتيجه الاي اف اللي احنا بنقول عليها من شويه، والترم الثاني نتيجه اختناق مين؟ الاكس دي وين؟ اكس كيو. في مشكله؟ طيب ده كده كان استكمال دكتور محمود، وتقدر ترجع للفيديو بتاع الترم اللي فات، يعني بتاع السنه اللي فاتت، والذاكره التفصيل ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه، الناس بقى بدات تفكر في بعض المودلز الثانيه. الناس بدأت تفكر في بعض الموتورز التانية. طيب طبقا للمعادلة اللي احنا كنا خدناها من شوية، اللي هي معادلة التورك ايكوال 3 في الاي على اكس دي ساين دلتا زائد 3 في سكوير على 2 اوميجا 1 على اكس كيو 1 على اكس دي ناقص 1 على اكس الكلام ده في ساين 2 دلتا. الناس بدات تفكر، قالت في بعض الابلكيشن انا مش محتاج تورك كبير قوي، وفي نفس الوقت عاوز اوفر شويه في الديزاين بتاع الموتور. قال لك طب انا ممكن اوفر، انا مش عاوز الترم ده في حاجه. الابلكيشن اللي عندي انا محتاج تورك، مش لازم كله ده، انا عاوز حاجه معينه. فبالتالي ده فقط يكفيني. الترم ده بس هو اللي انا محتاجه. فلما تاخد الترم ده احنا سميناه شويه مين؟ الريلاكتنس. تمام؟ طيب فبالتالي جه مسمى ان انت تبدا تعمل موتور، الموتور ده بسميه الريلاكتنس سنتروموس موتور. ايه الكونستراكشن بتاعه؟ الكونستراكشن بتاعه الريسيفر بتاعك زي ما كنا واخدين من شويه، سلندر فيها ثلاث انواع من الملفات بيخرجوا بستة اطراف، والستة اطراف بتوصلهم السلة هنا وتوصلهم دلتا. بس الفرق الوحيد ان حضرتك الروتر بتاعك عباره عن سيلينت بول، تمام؟ سيلينت بول روتر، بالاضافه ان حضرتك مش حاطط عليه فيل. كلمه فيل دي يا شباب معناها ان انت مش حاطط ولا بيرمنت ماجنت ولا حاطط كويلز وماشي فيها طيار. انا ما عنديش اي فيل خالص، هو حته حديده خلاص. بس حته حديده لازم يكون فيها بروز، او لازم يكون فيها اختلاف الوضع ده عن الوضع ده. طبعا حضرتك خدت في المحاضره مع دكتور شلبي في ثلاث انواع منه تقريبا، او ما اعرفش في كام نوع. الكلام ده ممكن يجي لك نظري اللي هو ايه هي انواع الريلاكتنس موتور والديزاين بتاعتها والكلام ده كله، اخدتها بالتفصيل مع دكتور شلبي في المحاضره، كلام نظري تقدر ترجع لها تاني. دايما بيحاول يخلي فيه اختلاف بين الترمين دول اللي هو الاكس دي وال اكس كيو. مشكله يا شباب؟ طيب يبقى الفرق بين الريلكتنس موتور والنون سيلينت والسيلينت موتور ان هناك كان في فيلد، ده انا ما عنديش فيلد خالص، انا مش حاطط فيلد وايند ولا فيلد وايند ولا بيرمان ماجنت. حد عنده مشكله كده؟ حد متضايق من حاجه من دول؟ طيب في حاجه ثانيه، ايه هي؟ قال لك انا عاوز يبقى يكون عندي فيه، يعني عندي ترم زي ده، بس مش عاوز اجيبه عن طريق كهرباء، مش عاوز اجيبه عن طريق الكهرباء، لا انا عاوز احط بيرمنت ماجنت. فبالتالي الناس راحت لمكنه ثانيه، ادي الريسيتر بتاعها برضه عباره عن 3 فيز عالي خالص، متغذى من 3 فيز سبلاي، تمام؟ ادي الروتر بتاعه، بس بيحط، هو اللي بيحط بقى، بيحط هنا ال بول ويحط هنا اس بول، بيحط ان ويحط اس. المكنه دي بسميها بيرمنت ماجنت سنكرونس موت، برضه بتلف بلا الناس، بس حضرتك بتحط عليها الملفات، بدل ما بحط ملفات على الوتر بحط ايه؟ بحط بولز برضه بطريقه معينه. معرفش بقى دكتور شايف اكلمكم على التفصيل ولا لا كنظر يعني، بس هو ده اللي بسميه بيرمنت ماجنت، زيه زي السنكرونس ماشين عادي خالص، بس بدل ما بحط ملفات على الوتر بحط ايه؟ بحط ماجنتس. حد متضايق من حاجه؟ يبقى ده كده بالنسبه لنا الريلكتنس موتور، وده البيرمنت ماجنت
موتور. في بعض الابلكيشن مش محتاجه ان حضرتك تحرك المكنه بتاعتك بسرعه مستمره او حركه مستمره، لا انت عاوز تحرك نظام ستيبس، عاوز تحرك نظام ستيبس معينه، تمام؟ مش عاوز احرك زي كده، لا انا عاوز مثلا ياكل زي الساعات، زي البرينتر، زي اللي هو الديسك بتاع الكمبيوتر ده. فبالتالي الناس بدات تفكر في النوع ده او النوع ده اللي هو الريلكتنس موتور او البيرماتريوات موتور، هيبدا يعمل فيه تغيير معين بحيث بدل ما السرعه بتاعتك حركه مستمره لا تبقى نظام حركه ايه؟ ستيبس، تمام كده؟ فجه المسمى الثالث او جه الموتور الثالث اللي بعد كده اللي احنا سميناه ال ستيبر موتور، تمام؟ طيب قال لك عباره عن ايه؟ قال لك الروتر بتاعه، الروتر بتاعه يا شباب حاجه من ثلاث حاجات، يا اما عباره عن ده شكل السلندر عادي خالص وحضرتك بتعمل فيها بروز او بتعمل يعني فيها اختلاف بين الدايركشن ده والدايركشن ده، حته خلاها فاضيه بس انت بتعمل دايما فيه اختلاف بين التو بوزيشن دول، او السلندر عادي خالص وحضرتك بتحط فيها ماجنت وليكن هنا ان ماجنت وهنا اس، تمام؟ او الاثنين مع بعضيهم حته حديده بتحط فيها ماجنت وفي نفس الوقت بيبقى فيه بروز من حتت معينه. النوع ده بسميه الريلكتنس ستيبر موتور، النوع ده بسميه بيرمنت ماجنت ستيبر موتور، الاثنين مع بعضيهم بسميهم الهايبريد ستيبر موتور. ككلام نظري خاصه في المحاضره والتفصيل تقدر ترجع له وايه مزايا بتاع كل واحد فيهم وايه العيوب بتاع كل واحد فيهم، تمام؟ يبقى انا عندي الريلكتنس بيرمنت ماجنت موتور والبيرمنت ماجنت ستيبر موتور، او الكومبينيشن بين الاثنين مع بعضهم بسميه هاي، تمام؟ طب هو السؤال المهم، هو انت كده عملت ايه؟ ما انت بتتكلم عن الفرق. هقول لك الفرق بين الراجل ده والناس اللي احنا شرحناها من شويه، ان في الريلكتنس موتور السبلاي بتاعك بتحطه دايما على الثري فيز اللي عندك مباشره، بتحط هنا البوت على طول بدون اي ما بتعمل فيه اي اختراق، فبالتالي الحركه بتاعتك دايما بتكون حركه مستمره. على عكس السوبر موتور، السوبر موتور حضرتك بتبدا تحط فيه السوبر موتور يا شباب بتاخد ادي اطراف السيتر بتاعك، تمام كده؟ ادي السبلاي اللي عندك، بدل ما كنت بتوصل السبلاي اللي عندك اللي هو بالنسبه لنا فيكسد فولتج فيكسد فريكونسي اللي هو مثلا وليكن 380 فولت 50 هرتز، 380 فولت 50 هرتز، بدل ما كنت بتوصل ده دايركت على طول في الانواع اللي فاتت، لا انا هنا بحط ما يسمى انفرتر. وعشان ما تتلخبطش، الانفرتر ده مش المقصود بيه بس بيه الجزء اللي بيحول من الدي سي الى الاي سي، لا ده كده حاجه على بعضيها كومباكت كده مع بعضيها، بتحول من الاي سي للدي سي، بتعمل فلتره للراجل ده كويس، وبعد كده بتحول تاني الى الاي سي. ده بسميه انفرتر، بسميه فاريبل سبيد درايف، بنسميه درايف، بنسميه انفرتر، بنسميه فريكونسي كونفرت. في مسميات كتيره جدا على الراجل ده، مش المقصود بيها بس الحته بتاع الدي سي للاي سي، لا هو جهاز كده على بعضيه بيعمل كل الكلام ده كله. دي مسميات الكلام دي كلها هتكلم عليه بتفصيل كمان شويه عشان ده مهم. يبقى انا بالنسبه لي الفرق بين الموتور ده والموتور اللي كانت هناك ان حضرتك ما بتدخلش الكهرباء مباشره، لا انت بتدخلها عن طريق مين؟ الانفرتر، تمام كده؟ والانفرتر ده بيتحكم في الفيزيس اللي هنا، مين فيهم بالظبط تشتغل ومين ما تشتغلش، عن طريق طبعا ايه؟ البالسز او الجيتس اللي انت بتدخلها. طيب الاستيبر موتور ده بيشتغل ازاي عشان بس نخلص منه بالمره؟ الاستيبر موتور يا شباب لو احنا تخيلنا ان السيت بتاعك عباره عن حاجه زي كده، وحضرتك بتحط عليه وليكن ادي الفيزا A مثلا، يعني ادي الفيزا B ادي الفيزا C ادي الفيزا D، ده الستيت، تمام كده؟ وده وليكن الروتر بتاعه، وليكن ادي هنا S وهنا ايه؟ انا هفوت بس ان هو عباره عن بيرمنت ماجنت عشان ده اسهل في الشرح. طيب
حضرتك عملت كنترول على السويتشز اللي عندك ان بدات تغذي الملفات ايه فقط بكهرباء معينه. عاوز اغير الصرف بس مش نافع. حضرتك حطيت كهرباء على الفيزا ايه، فلما تحط كهرباء على الفيزا ايه وليكن هيعمل ماجنتيك فيلد مثلا لفوق مثلا يعني، فهتلاقي الراجل ده انا بفرض يا شباب بفرض اي حاجه عندي ان ده مثلا وليكن عليه ام، حاليا البول ده هيتحرك ازاي؟ هتلاقيه خد الوضع ده كده تمام. طيب في اللحظه اللي بعديها او في التايم اللي بعديه عملت انرجيزيشن للملف رقم بي، هتلاقي الراجل ده بدل ما كان هنا بدا يتحرك كده بس كستبس مش كده. طيب شويه تاني اعطيت الملف رقم سي بقى تحت، بعد كده لدي، بعد كده لايه، وهكذا. هتلاقي نفسك الملف دايما او الروتر نفسه بيتحرك بالوضع ده او ده او ده او ده، اتحرك هنا ستيبس يا شباب. الحركه الكامله دي اللي هي من فيزا لفيزا او اللي هو انت دايما بتشغل فيها فيزا واحده بس او بتشغل فيها فيزا واحده بس، دي بقول عليها الفول ستيبس او بيكوسين كده بيسموها 90 ديجري تمام. طيب في ابلكيشن ثانيه او في بوزيشن ثانيه ان حضرتك بتغذي الايه لوحديها ومره بعد كده بتغذي الايه والبي وبعد كده بتغذي البي، فخلينا في الوضع لو انت بتغذي في الايه بس، لو الايه بس يبقى الراجل ده كده. طب لو الايه والبي ده في ماجنتيك فيلد وده في ماجنتيك فيلد، ده كده وده كده، بس المحصله بتاعتهم فين؟ في النص. فهتلاقي البول بتاعك ولا جه عند ايه ولا جه عند بي، ده في النص بالظبط. بعد كده جه عند بي، بعد كده بين البي والسي، بعد كده السي وهكذا. الولد الثاني ده بيقول عليه الهاف ستيب، وده برضه عباره عن او بنقول عليه 45 درجه. ده يا شباب هو المود اوبريشن بتاع السنكرو بتاع الستيبر موتور، لما بتحرك حركه فول ستيب لما بتحرك حركه هاف ستيب، وده برضه مكتوب مشروح بالتفصيل عندكم في المحاضره بتاع دكتور سلمي حتى بالفويس اكيد رفعها يعني، يا اما فول ستيب يا اما هاف ستيب، وده برده ممكن يجي لك سؤال نظري. لو مش مرفوع عندكم انا ممكن ارفعها لكم، هي عندي موجوده من السنه اللي فاتت يعني. الكلام ده نظري موجود شرحه بالتفصيل، يعني ايه فول ستيب ويعني ايه هاف ستيب وازاي بيعمل الترانزيستور في الملف ده لوحده او ده لوحده او الاثنين مع بعضهم عن طريق السويتشز اللي بتبقى داخله في الاول. حد متضايق من حاجه؟ طيب بالاضافه بقى عشان برده باقي الكلام النظري، عندك هنا في المكنه بتاعتك دي اللي السيمبل موتور في حاجه اسمها سنجل ستاك وفي حاجه اسمها مالتي ستاك. سنجل ستاك ده يا شباب معناه ان لو احنا افترضنا ان ده عباره عن شكل دائري، هو مش دائري ولا حاجه يعني بس مش مهم تمام، الست بتاعي بيكون حته واحده زي كده والروتر بتاعي بيكون حته واحده في المقابل، يعني هنا قصاد بعضهم اهو كده. طيب المالتي ستاك لا، الروتر نفسه بيقسمه، الست والروتر نفسه بيقسمه اجزاء معينه. ليه الاجزاء اللي بيعملها؟ عشان يحاول يوصل ليه السيب انجل قليله جدا جدا جدا، اللي هي 3 او 2 او 5 او الكلام ده كله. هي في حاجه اسمها سنجل ستاك اللي هو الروتر والستيتر، هو بيكون حته واحده كونستراكشن بتاعه حته واحده زي كده، وفي مالتي ستاك لا بيقسمه وبيحطه بزوايا معينه بعيد عن بعضيه بحيث ان دايما يقلل الستيب انجل. وبرضه زي ما قلت لك الجزء ده مشروع كويس جدا في الفيديو بتاع دكتور شاب. حد عنده مشكله؟ المسائل بتاعته يا شباب قول. في المالتي ستاك حد معاه ميوس ما يخش مفتوحه؟ قول. في المالتي ستاك القانون بتاعه ما فيهوش عدد فيز ازاي؟ عدد الفيزز ملوش دعوه بالستبس، يعني الستب سايز مش معترض عليه. بص يا هندسه، ما دام في قانون الدكتور عطى لك في المحاضره لا تسال هو جه منين تمام، لسبب بسيط. القانون اللي انا كنت لسه هقول لك عليه دلوقتي ان انا اساسا مش حافظها ومش هحفظها، القانون بتاع السوبر موتور هو بالظبط تلات اربع قوانين بتحل بيهم المسائل بتاعته. تلات اربع قوانين بتحل بيهم المسائل اللي هي عنده. القوانين دي انت كطالب حاليا في الوضع اللي انت فيه في الوضع اللي انت مزنوق ما تسالش نفسك ده منين. انا طبعا مش بقول لك احفظ وكده، بس هو الوضع اللي احنا فيه ده ما فيش حل غير كده تمام. ما دام ده قانون موجود عندك في المحاضره والدكتور مصرح لك ان انت تحل بيه، حل بيه لحد ما ربنا يكرمك وتكمل ماجستير او دكتوراه في الكلام ده. ما انا عارف ان انت مش هتكمل اكيد مش هتيجي هنا تاني. يبقى بعد كده تعالى ايه، ما بقاش اقول لك جيب مين وما بقاش ان باللوجيك كده انا ما ينفعش ادرس الاندكشن موتور في ترم كامل مش كده، وادرس موتور زيه بالظبط في محاضره وتسالني بعد كده القانون ده جه منين، هقول لك لا اكيد لا طبعا مش هجاوب، ان لسه في حاجات انت ما تعرفهاش مش كده ولا ايه؟ اصل الكلام الكام رولز اللي عندك يا شباب اللي موجوده عندك في المحاضره او انا هفهمك ان شاء الله في الحل بتاعك هم حاجات سهله جدا جدا جدا، اللي هو بتتعرض فيهم تعويض مباشر
عشان تحل الجزء اللي هو بتاع مين؟ بتاع السوبر موتور. حد عنده مشكله؟ المسائل سهله جدا فبالتالي مش هتعرض ليها، في حاجات اهم من المسائل لازم اتعرض لها دلوقتي. يبقى ده يا شباب نوع من انواع الموتورز اللي عندنا اللي بسميه السوبر موتور. الروتر دايما النوع ده دايما النوع ده دايما كومبينيشن بينهم، بس الفكره ان السيستم بتاعك بيتغذى بطريقه معينه طبقا لنظام الستبس بتاعتك عامله ازاي. في مشكله كده يا شباب؟ طيب ده كده في حاله السوبر موتور. خلي بالك احنا كده خدنا مين؟ نان سيليان سيليان ريلاكتم مين؟ ستيبل. طيب في الموتور بقى الثاني اللي حضرتك هتاخده بكره ان شاء الله في المحاضره، او يعني مش بكره قوي، هو لسه بكره هيكون في كلام نظري، بعد كده هتاخده ايه؟ الاسبوع الجاي ولا حاجه. فانا عشان حضرتك دلوقتي عشان ده قبل ما ندخل في الجواب بتاع بص يا شباب مبدئيا بس قبل ما ادخل بس في حته الموتور الاخير ده، الدرايف نفسه ده شغال ازاي او الانفرتر ده شغال ازاي. بص بكل بساطه ان حضرتك عندك 3 فيز فيكس فولتج فيكس فريكوينسي، انا قلت لك عليه 380 فولت 50 هرتز تمام. طيب الطبيعي ان حضرتك بتاخد الكلام ده بتدخله على طول على الثلاث اطراف بتوع الموتور اللي عندك. حضرتك عاوز تعمل سبيد كنترول، عاوز تعمل ستارتنج، عاوز تعمل بريكنج، عاوز تعمل حاجات كتير قوي. فمن ضمن الحاجات ان الناس دي ما ينفعش تدخل ارقام ثابته على الموتور اللي عندك. فبالتالي انا بحاول ادخل الناس دي تكون فاريبل فولتج فاريبل فريكونسي. قيم من الفولت بتتراوح من صفر مثلا يعني، او بلاش هو المفروض يعني مش من صفر بس انا عامل صفر وخلاص، ل 380 والفريكونسي بتاعك من صفر ل اف ستار حضرتك محتاجها. طب الكلام ده هيتم ازاي؟ الكلام ده هيتم عن طريق الاتي، ان حضرتك اول خطوه بمسك الناس دي بحولها عن طريق دايره الامبليفاير من حب للفار الكلاس مش عارف احسن من عن طريق دايره الامبليفاير بحول الناس دي الى دي سي. بعد كده بتحاول تعمل فلتره للكلام ده الفلتر ده ممكن يبقى عباره عن سي بس او ممكن يبقى ار وسي او ال وسي او ال وار اي كومبينيشن وخلاص هنا. بعد كده بنحول الكلام ده العكس تمام، بنحول الكلام ده تاني من الدي سي الى اي سي مره تانيه بس بالسبيكس اللي انت محتاجها بقى اللي هو دي في دي اف. مبدئيا عشان تبقى عارف كل ده على بعضيه يا شباب هو ده الانفرتر، او سميناه درايف او سميناه بالسبيد درايف او سميناه اجنصر بالسبيد درايف. والكلام ده الكوست بتاعته بتختلف من مكان لمكان ومن شركه لشركه على حسب الابلكيشن، على حسب الريتنج بتاعه قد ايه، على حسب نوع الفلتر بتاعك، على حسب التوتال هرمونيك ديستورشن اللي بيسببه. في فاكتورز كتير بتعمل بدايه في الراجل ده. الراجل ده هيتراوح الحجم بتاعه من اول حاجه زي كده ممكن لحد كابينه بطول السبوره دي على حسب برضه الابلكيشن اللي عنده تمام كده. طيب هو السؤال المهم ده الدرايف بتاعي شغال ازاي؟ ما انا في الاخر عاوز اتحكم في دول بالشكل ده كده، مفيش اي نوع من التحكم بالنسبه لي. فبالتالي يبقى هنا في دايره كنترول او كنترولر، يعني هي دي اللي تبدا تتحكم في الناس دي بناء على سيت بوينت حضرتك محتاجها. بتقول والله انا عاوز سرعه معينه، عاوز سرك معين، عاوز فلكس معين، عاوز كارنت معين، بتدخله جوه الكنترولر. الكنترولر ده بيطلع جيتس معينه بيشغل بقى دايره الامبليفاير ودايره مين؟ الانفرتر نفسه اللي هو بتاع من دي سي الى دي سي. وطبعا ده ممكن يبقى عباره عن سيريست، ممكن يبقى عباره عن اي جي بي تي، ممكن يبقى عباره عن موسفيت، ممكن يبقى عباره عن ايه؟ انت رحت جبت ميه؟ ربنا يبارك لك في ولادك يا رب. طيب. هتعب لك نار اي حاجه. اه يا ابو فاينانس، حبيت اقلب عليك يا رب. سيبك في الاخر بس عشان
للاسف ما شرحتش من زمان فالصوت متعطل عندي. طيب فانا هنا محتاج يبقى عندي كنترولر يترجم الحاجات اللي انا محتاجها لسيجنال او جيت او بلصات تشغل مين الناس دي. تمام. بالمره حضرتك عندك نوع من انواع الكنترول، بمعنى انا مثلا وليكن انا عاوز الراجل ده يشتغل بسرعه 1000 RPM. خلي بالك الموتور ده ممكن يبقى اي موتور في الدنيا، اندكشن سينكرونس اي موتور، انا مش بتكلم على هنا بس، ده ممكن يبقى اي موتور في الدنيا. طيب وليكن اول حاجه انا عاوز ده يطلع يلف على سرعه 1000، فانا بقول للراجل ده يا عم الحاج طلع لي هنا VUI بقيم معينة يشغلوا للراجل ده عند كام؟ عند الألف. في الوضع اللي أنا رسمه ده اللي هو حضرتك مش واخد أي فيدباك من سرعة الموتور اللي عندك، ومش واخد أي فيدباك من الكارنت والفولتج سيجنال اللي هو نازل على الموتور، أنت كده عامل ما يسمى الأوبن لوب. أوبن لوب. أوبن لوب. أنا معرفش السرعة توصل كام بالظبط، ربما توصل 995، ربما توصل 1005، ربما توصل أكبر أو ربما توصل أقل. بس ده في الابلكيشن اللي انت مش مهتم بسرعه بتاعته كام بالظبط، بمعنى انت قاعد في مكان زي كده وفي المروحه شغاله، هتفرق بالنسبه لك السرعه بتاعتك 1000 بالظبط ولا 1000 وشويه ولا 1000 وشويه، مش فارق بالنسبه لك. بس في بعض الابلكيشن الثانيه لا، انا عاوز عند 1000 بالظبط، فكلمه 1000 بالظبط هتلاقي نفسك واخد منها واخد ميكانيكال سيجنال اللي انت بتقيس السرعه بتاعتك وتدخلها على الكنترول اللي عندك، وتبدا بقى تعمل كومباريزون بين السرعه اللي انت فعلا محتاجها اللي هي 1000 والسرعه اللي هو شغال عندها فعليا، لحد ما تظبط الجيتس اللي هنا يطلع لك في اي مظبوطين جدا جدا جدا، يطلع لك السرعه بتاعتك كام؟ 1000. فده مثلا بسميه الكلوز لوب سيجنال او الكلوز لوب كنترولر. يعني في بعض الناس يقول لك لا ما تستعملش اللي هو بتاع السبيد ده اللي هو بسميه التاكو جنريتور او التاكو ميتر، يعني عشان ده في الاخر حاجه ميكانيكال بتبوظ بسرعه ومعرفش والكلام ده، يقول لك لا طب خلاص انت ممكن تاخد هنا الكتريكال سيجنال اللي هو الفيو لاي. الكلام ده شباب هتوصلوا التفصيل ان شاء الله لو ربنا كده اكرمكم وعشتوا السنه الجايه، يعني الترم الجاي في ماده الدرايف دي ماده اجباري على الناس كلها بندرس فيها الدرايف اللي هو ده بقى بندرس فيه التفصيل يعني. بس مبدئيا اديك عرفت فكره عامه عن يعني ايه درايف. الرسمه دي هتلاقوها مرسومه بالتفصيل في ورق دكتور مهاب، ودي من الرسومات المهمة جدا 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 في الامتحانات، يعني بيقول لك ارسم رسمة الدرايف واشرحها لي، كلمة اشرحها لي بس انت هتقول الكومبوننت ده اللي هو عبارة عن ريكتفاير بيحاول كذا لكذا، ده فلتر بيظبط اللي هو الريبلز والكلام ده كله، ده عبارة عن انفرتر ولازم بقى طبعا بينكو سيت تحط له ده لا اما سيرس لا اما اي جي بي تي لا اما مسود، وبيحاول العكس كده يعني. هنا مثلا في سنسور عشان يقيس السرعة، هتلاقوا كده موجود عندكم في الورقة او في البرنامج اللي انا بنزلها دي. ده كده شباب بالنسبة لنا مين؟ الانفرتر. طيب الشغال عامل ازاي؟ انا قلت لك هنا البوت من 0.80 مثلا وفريكونسي حاجه زي كده. الراجل ده شغال بالطريقه دي. لو انت حبيت ترسم الفولتج مع الفريكونسي بتلاقي في الاول خالص الموتور بتاعك لما تيجي تعمله ستارت اب ولا الكلام ده بيبدا مثلا يركب من النقطه دي ويبدا يزيد معاك لحد ما يوصل لنقطه هي البي ريتد و الاف ريتد انا بسميها ريتد كونديشن. تمام كده؟ خلي بالك في بعض الحاجات انت مش بتبدا من زيرو، في حاجه بسميها الفولتج بوست هتاخدها السنه الجايه معايا بالتفصيل. الكلمه ده بيبدا من نقطه هنا بسميها دي او فولتج بوست، هتاخدها ان شاء الله السنه الجايه بالتفصيل وهقول لك معناها ايه وتفسيرها والكلام ده كله. تمام. المهم حضرتك لو عاوز تزود السرعه بتاعتك في الاول خالص انت بتبدا تزود الفي على الاف، بس بشرط بزود الفي على الاف بحيث دايما تكون الريش بتاعتهم كام؟ ثابته. ايه الفرق يعني لما يعني ايه اللي هيحصل لما يكون الريش ثابته؟ الريش ثابته معناها انت عارف ان الفي هي ايكوال 4.4 في الان في الدي دبليو في الفاي في الاف، الناس دي كلها كونسر، فتلاحظ ان الفي على الاف هي نفسها 4، فلو الفي على الاف بيزيد بنفس الريشو او بيقل بنفس الريشو يبقى الفاي بالنسبه لك كونستانت، مش كده؟ والفاي ده نفسه اساسا هتلاقي ان التورك بشكل او باخر بيتناسب مع الفاي، فهتلاقي ان التورك بالنسبه لك ايه؟ كونستانت. طيب يبقى انا في الريجن ده لو هترسم التورك هتلاقي نفسك التورك ثابت، وده على فكره رسمه كانت موجوده عندكم في البيت.
طيب تورك ثابت وسرعه بتزيد يبقى الباور. ما انا عندي الباور هي عباره عن تورك في اوميجا. اوميجا بتزيد وتورك ثابت يبقى الباور بتزيد، فبالتالي هتلاقي الباور بتاعتك حاجه زي كده. طيب في الريجن الثاني، الريجن الثاني حضرتك عندك كنترول على فيه ان لا يتعدى مين؟ الفي ريت. ما ينفعش اعدي فيه على الفي ريت، فبالتالي وانت حبيت تزود بعد كده ثبت الفي وزود مين؟ الفريكونسي. طيب ده ثابت وده بيزيد يبقى الفلكس، يبقى ده قصدي بي ال، يبقى ده بي ال، يبقى ده بي ال، مش كده؟ الترك بي ال. طيب الترك بي ال حاجه زي كده، الترك بي ال بس السرعه بتزيد. فلو احنا افترضنا، لو احنا افترضنا ان النقصان في الترك يكافئ الزياده في السبيد يبقى الباور ثابته، يبقى هتلاقي ان الباور بتاعتك حاجه زي كده، الباور هنا كونستنت. وعشان كده الراجل ده بيقول عليه كونستنت تورك، الراجل ده بيقول عليه كونستنت باور. ومفيش حاجه اسمها هو مين احسن من مين، عشان المكنه هنا وعشان المكنه هنا. انت عاوز تعمل كنترول على ايه؟ انت عاوز الفيلد بتاعتك قد ايه؟ فاهميني؟ والكلام ده برضه ان شاء الله هنقرر فيه السنه الجايه بالتفصيل في الترم الاول. هو ده التيم اللي كان موجود عندكم في الجراف في البيبر، وفي نفس الوقت برضه ممكن تسال عليه في الفاينل عشان ده برضه موجود في الورقه اللي عندنا. حد ما تعمل حاجه يا شباب؟ طيب الجزء ده لوحديه ممكن يجي لك عليه مساله في الفاينل صغيره كده، او ممكن دكتور مهاب يبقى هديه منه لو عامل لكم كويس على حاجه زي دي. وبرضه دي مساله موجوده منه في الشيت. الموضوع بكل بساطه ممكن يجي لك كالاتي. حضرتك عندك 3 فيل سنكرونس موتور، تمام؟ وليكن 6 فول، هي ارقام كده عندنا. والفولتج بتاعه 380 فولت. الفولتج 380 فولت. طيب ايه تاني؟ والاف ريتد مثلا وليكن 50 هرتز. وهو بيقول لك هنا انا عاوز احسب الفي والاف اللي هيخرجوا من الانفرتر، اللي هم هنا شباب الفي والاف اللي هيبقوا داخلين هنا، اللي هيخرجوا من الانفرتر عنده سرعات الاتيه. ايه هي السرعات؟ وليكن 600 ار بي ام، 900 ار بي ام، 1200 ار بي ام. المسألة سهلة جدا 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 جدا. احلها ازاي؟ مبدئيا المكنة دي ال ان اس 3 كام؟ من الرقمين دول كده اقدر استنتج ان ال ان اس هي عبارة عن 60 في اف على البي، هتطلع معايا كام؟ هي كام؟ 1000 هتطلع معايا ار 1000 ار بي ام، مش كده؟ خلي بالك دي ايه؟ الثريتي اللي هو يعتبر الرقم اللي هنا، يعتبر الرقم اللي هنا. فبالتالي ال 600 دي وال 900 عشان بس انجز بالمره، اقل من ولا اكبر من الاف ريتد؟ اقل. يبقى انت شغال في ريجن 1 ولا في ريجن 2؟ طب ريجن 1 الفي على اف كونستنت، مش كده؟ يبقى حضرتك بالنسبه لل 600 وكمان ال 900 بالمره حضرتك شغال في ريجن 1 اللي هو الفي على الاف بيساوي كونستنت. ايه هو الكونستنت ده؟ الكونستنت ده شبه هو الفي ريتد على الاف ريتد، اللي هي الارقام الاساسيه موجوده عندك في المساله، اللي هو هيبقى 380 على 50. كل اللي هتعمله هو عاوز مين على مين؟ يبقى في على اف بيساوي 380 على 50. طيب ايه المعلومات الثانيه اللي اجيب منها في او ممكن اجيب منها اف؟ مش هو مديلك ال ان بتاعتك ب 600 وانت عارف ان في السنكرونس موتر ال ان هي نفسها ال ان اس، ال ان اس 1 يعني، بلاش اقول ان لسه ال اس 1. فاقدر اقول ان الاف 1 هي عباره عن ان 1 في البي على 60، يعني ده كده 600 في 3 على 60 زيها بالظبط. الاف 2 هيبقى عباره عن ال ان 2 في البي على 60، يعني الراجل ده كام؟ 900 في 3 على 60، مش كده يا شباب؟ وانس ان احنا عملنا الكلام ده يبقى ال في 1 اللي انت محتاجها يبقى 380 على 50،
في الاف 1 وزيها بالظبط البي 2 380 على 50 في الاف 2. حد من دايما حاجه؟ طيب اخر حاجه بالنسبه لي اللي هي كام؟ 1240. 1240 دي فريشن كام؟ 2. يبقى الان بتاعتك 1200 ار بي ام اللي هي ريجون 2 وانت مغمض الفي الايكوال الفي ريتد ايكوال 380 والاف 3 هي عباره عن ان 3 في البي على 50 على 60 على 60 يبقى 1200 في 3 على 60. حد من دايما حاجه؟ طب اسال حضراتكم سؤال، المساله تفرق ايه لو انا شلت الراجل ده وحطيت بداله اندكشن موتور؟ هتلاقي نفسك نفس السيبس بالظبط، بس الفرق الوحيد وانت بتحل وانت بتجيب الاف ما ينفعش تاخد الان اللي عطاها لك دي وتقول ايه دي ان اس، يعني الان دي هي الروتيشن سبيد اللي هي عاديه. طب مين بتعود هنا ان اس؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ هنا هتلاقي مدي لك معلومه ثانيه في المساله ما يسمى بس لا سيبها مش لازم يدي لك معلومه من المساله شباب هي السيبس بي اللي هي بتبقى عباره عن الاس في الان اس او عباره عن الان اس ناقص الان، لازم يكون مدي لك الرقم ده في المساله. سي مثلا الرقم ده كان مدي لك 60، فكل اللي انت هتعمله بقى نفس الخطوات بس وانت بتعوض هنا مش هتبقى ان 1 لا هتبقى مجهود ان اس 1. تمام؟ مين ان اس 1؟ بالمعادله زي ما انت شايف كده لو انت عاوز تجيب الناس هتبقى كام؟ 60 دي زائد ال ان مش كده؟ فكل اللي هيحصل هنا دي هتبقى كام؟ 660. يعني الرقم ده هتجمع عليه 60 اللي هي بالنسبه لي اللي هي الاستريس بي. هنا نفس النظام هيبقى كام؟ 960. هنا نفس النظام هيبقى هنا 1260 بس. هنا ان اس 2 دي هتبقى هنا ان اس 3. وبرضه هتلاقي في مساله محلوله بالتفصيل عندكم في الورقه على دي. عشان لو بقول لك لو حصل كويز ولا حاجه بيجيب لك حاجه زي دي. في نفس الوقت ممكن تلاقي مساله سهله جدا في الميد تيرم في الفاينل على حاجه زي دي. في مشكله؟ ده كده حته موضوع الانفرتر لوحده. طيب اخر بقى توبك هنتكلم عليه اللي هو البراشلس دي سي اللي هو زي ما قلت لك كده بتاع دكتور مهاب يعني ان شاء الله. لحد ما تخلص الحته دي. براشلس دي سي موت. ايه بقى موضوع البراشلس ده يا شباب؟ طيب ده اولا حاجه من اثنين، لا اما عباره عن سنكرونس موتور او بيرمنت ماجنت سنكرونس موتور او دي سي موتور اللي احنا خدناها قبل كده اساسا مع الدكتوره سامي. وبنعمل في الناس دي يا شباب بعض التعديلات عشان نحوله للموتور ده. ايه هي بقى التعديلات؟ هتلاقي ان انت لو انت عندك دي سي موتور في كده ثلاث حاجات بنعملهم عشان نحوله هنا براشلس، او لو انت عندك بيرمنت ماجنت برضه في ثلاث حاجات في ثلاث خطوات يعني بنعملها عشان نحوله هنا براشلس. الكلام ده يا شباب برضه نفس النظام مهم عشان يجي لك في الامتحان. هيقول لك ايه السيبس اللي انت بتعملها عشان تحول الموتور ده لهنا او ده لهنا. وبرضه هتبقى موجوده عندكم في الملازم اللي انا منزلها. يعني مثلا لو انت عندك دي سي موتور، لو احنا عندنا دي سي موتور عشان تحوله الى براشلس، اول حاجه بنعملها ان حضرتك بتشيل الفيلد وايلمنت وتحط بداله بيرمنت ماجنت. بتشيل اللي هو الملفات وتحط ده مغناطيس. طيب الحاجه الثانيه بتبدل الاستيتور مكان الروتر. بتخلي الاستيتور روتر والروتر ستيتور. معنى كده الماجنت هتكون موجوده فين دلوقتي؟ هسألك سؤال ثاني، هو الدي سي ماشينز الملفات اساسا بتاع الفيلد كانت موجوده فين؟ على ستيتور. طيب انا بالخطوه اللي انا عملتها دي يبقى انا كده حطيت الماجنت فين؟ على ستيت. انا دلوقتي بقول لك شقلب الناس مكان بعضيهم. يبقى الماجنت موجوده فين؟ على الروتر. يبقى الماجنت موجوده فين؟ على الروتر. والملفات موجوده فين؟
على السيل. في مشكله. الحاجه الثانيه بتشيل اللي هو الكوموتيتور اللي هو العادي اللي احنا كنا عارفينه قبل كده اللي هو الشرايح دي اللي هو بتاع ما اعرفش مين, وتحط اداله الكترونيك كوموتيتور اللي هو شباب بالبلدي كده الانفرتر. يبقى بعمل ثلاث حاجات, المكنه نفسها بحط بشيل الملفات بتاع السيت وبحط بقى البرمج ماجنت, وبشيل الكلام ده كله بحطه على الروتر, وبشيل بتاع الروتر احطه على مين؟ على الستيتور, وبغذي الستيتور بكهرباء جايه من انفرتر. في مشكله؟ طيب النوع ده بعمل ايه؟ برمج ماجنت سنكروس موتور نفس النظام, الماجنت بتكون موجوده على الروتر والستيتور بتاعك بتغذيه عن طريق مين؟ اللي هو الانفرتر ده اللي هو بسميه الكترونيك كوميتيتور. مش فاهم؟ قول. هو كده الانفرتر هيمشي كارنت في الفيلدز اللي هي بتاعت الستيتور بحيث ان هو يعمل روتيتنج فيلد بدل من انا خليت الروتر بيرمنت ماجنت. الروتر دلوقتي بيرمنت ماجنت. والستيتور بيتغذي بالكهرباء بس جاي عن كهرباء متقطعه. عن طريق الانفرتر. هو بقى يعمل لي كده روتيتنج فيلد عشان هناك في الروتر. ايوه ماشي وبعدين. بس بتسال بس يعني كده؟ اه. في مشكله يا شباب؟ زي ما قلت لك في ثلاث خطوات, وثلاث خطوات لازم تبقى عارفهم كويس عشان ده مهم في الامتحان. طيب بس هو في سؤال, هو انت ليه مسميه براشلس دي سي في حين ان هو ممكن يبقى كمان ايه؟ جاي من سنكروس موتور. تمام كده؟ طيب وايه وايه كلمه براشلس دي؟ يعني ايه براشلس؟ كلمه براشلس يا شباب تفسيرها في الكلمه دي, انت هنا حضرتك العادي في الدي سي ماشين كنا بنبقى فيه اللي هو الكوميتيتور العادي, وحضرتك مثبت عليه ايه؟ براشز مش كده؟ لا هنا الموضوع بيبقى عباره عن زي سويتش عباره عن اللي هي الاي جي بي تي او البوست او الكلام ده كله, ومفيش براشز مفيش براشز, وعشان كده المكنه بيقول عليها براشز براشز اللي هو ما فيهاش براشز كده ما فيهاش براش. اما هنا في الدي سي اللي هو العادي كان فيه براش. طيب احنا كده عرفنا الكونستراكشن بتاعه حاليا. الكونستراكشن بتاعه الروتر عباره عن بيرمنت ماجنت, الستور عباره عن سلندر عادي خالص فيها ملفات تمام بس بتتغذى عن طريق الانفرتر. في مشكله؟ طيب السؤال المهم, الانفرتر دي اللي هي السويتشز دي مين في الناس دي هيشتغل بحيث يغذي الفيزا رقم A او البي او السي طبقا طبقا الروتيشن اللي عندي. طبعا اولا مبدئيا البرش دي سي ممكن يبقى ثلاث فيزات, ممكن يبقى خمسه, ممكن يبقى سبعه, ممكن يبقى اي رقم, مش لازم يبقى يكون ثلاثه فيز بس, ممكن يبقى اي عدد من انواع الفيزز اللي عندنا. تمام. طيب بيتغذى ازاي او بيشتغل ازاي؟ زمان كنت راسم شويه بس عشان ما ترسموش تاني. ادي الانفرتر بكل اللي جواه, او انا سويت كلمه انفرتر عشان ما تلوطوش في البيت. ادي الدرايف اللي هو في الاخر بيبقى داخل له فيكس فولتج فيكس فريكونسي, خارج برضه منه ثلاث اطراف. انا جوه هنا في مين؟ ده ريكتفاير انتر واللي هو الموسفيتس او الاي في تي بيتحرك فاريبل فولتج فاريبل ايه؟ فريكونسي. والناس زي ما قلت لك ممكن يخرجوا ثلاثه, ممكن يخرجوا خمسه, ممكن يخرجوا اي رقم, ممكن اخرج من الانفرتر اي رقم, والناس في الاخر متوصله على الموتور اللي عندنا. يا باشمهندس هو مش المفروض ده برشة دي سي يعني كانه بي سي؟ ما انا لسه هقول لك من شويه, انا مش انا شويه فسرت لك يعني كلمه براشز براشلس, لسه بقى هفسر لك ليه سمينا دي سي, ليه سمينا دي سي هفسر لك كمان شويه. طيب الفكره الراجل ده عشان يشتغل محتاج الناس دي وقت تكون واخده كنترول سيجنال معينه. لازم الناس دي يكون الدرايف لازم الدرايف كلها درايفر يعني لازم يكون واخد كنترول سيجنال معين عشان في الاخر يتحكم في الناس دي مش كده؟ طيب ده بيجي ازاي؟ بص بقى الكلام ده بيجي من حاجه بسميها الهول سنسور. عندك هنا مجموعه من السنسورز اللي عندك بسميها الهول سنسور, وفي طبعا في انواع ثانيه بس ده اللي موجود عندنا في الكورس عشان ده بيبقى عليه مسائل. هو ايه ده يعني عباره عن ايه؟ قال لك الموضوع بكل بساطه حضرتك عن طريق الهول سنسورز ده بيحدد الروتر بتاعك واقف فين بالظبط. دي بتبقى عباره عن مجموعه من السنسورز هوريها لك دلوقتي هشرحها لك شويه, مركبه على المكنه بتاعتك بطريقه ما بتقول لك فين وضع الروتر بالظبط.
والسيجنال دي باخدها برتبها هنا على بدخلها على انكودر او كنترولر يعني، وبناء على السيجنال اللي موجوده هنا وعلى السيت بوينت اللي انا محتاجها ابدا اتحكم في الفولتج والكرنت اللي داخلين على مين، على الموتور اللي عندي. تاني الهول سنسورز دي حاجه موجوده جوه الموتور نفسه، الغرض منها تقول لك هو الروتر بتاعك في اي بوزيشن بالظبط، هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، بناء على الوضع ده والوضع اللي انت محتاجه تمام كده يبدا الكودر ده يدي لك سيجنال معينه تشغل الجيتس اللي هنا او البرصات اللي هنا يعني، يطلع لك في او اف بالكلمه اللي انت محتاجها. حد بقى عنده مشكله دلوقتي؟ يبقى ده عباره عن سنسور عادي. طيب عباره عن ايه بقى يعني؟ متركبه ازاي؟ طبعا هتاخد في منها برضه ثلاث انواع، في اللي هو حاجه بسميها الفوتو سنسورز وحاجه زي كده مش فاكر بقى بس هشوفه في المحاضره يعني. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ قال اول حاجه احنا هنا في الكورس بتاعنا بناخد ثلاثه فول سنسور، احنا عندنا ثلاثه من السنسورز دي مش ثلاثه انواع، انا عندي ثلاثه كومبوننت يعني سنسور A وسنسور B وسنسور C تمام كده؟ بالاضافه ان السنسور دي نفسها شباب متثبته على جسم الستيت، الحاجات دي متثبته على جسم الستيت، يبقى ليه السنسور دي متثبته على جسم الستيت؟ طيب حضرتك بتثبت حاجه بسميها ديسك، حاجه كده بتكون عكسه للفوتو سنس، بتثبت ديسك، الديسك ده بيكون متثبت على جسم الروت عشان في الاخر يعني يعكس الحركه بتاعته، يعكس قصدي الضوء ده اللي جاي من السنسور يعني. بمعنى ايه عشان الناس بس ما تتوهش؟ بص يا شباب لو ده كده الروتر بتاعك اهو، ده الروتر تمام؟ وانا هفرض من نفسي ان الديسك ده وليكن هو طبعا مش كبير كده بس انا هكبره اهو، وليكن واخد نص الروتر كده، ده يا شباب ديسك متثبت على الروتر، حاجه كده شفافه بحيث يعكس الحركه. شفت اللي هو احنا بنقيس السرعه بتاعتي في التجربه اللي هي بتاع الماشين واحنا بنقيس السرعه بتاعتي، مش لازم يبقى في حته ورقه كده لازقه على الشفط دي حاجه زي كده يعني، بس طبعا مش حته ورقه، هو دي حاجه متصنفه رقم معين. طيب وحضرتك السنسور دي متثبته فين؟ على الستيت تمام كده؟ فليكن انا السؤال يا شباب بحب اعمل دي كده، بحب اقسم دي لست اجزاء، ادي اول جزء، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، اللي هو يعتبر اكنك يعني ايه؟ كل لفه فيهم 60 درجه تمام؟ الهيرت سنسر ده يا شباب بقى في عندنا نوعين من الرسوم او يعني من البوزيشن بتاعتهم يعني. اول بوزيشن اللي بيكون لواحد واحد 60 درجه، بمعنى لو حضرتك ثبت واحد هنا، خلي بالك ده بيتثبت على السيف، فالتاني بعديه ب 60 درجه هيبقى هنا، التالت بعديه ب 60 درجه هنا، يبقى من كل واحد واحد ده كام؟ 60 درجه، وهسمي ده وليكن اتش 1، هسمي ده اتش 2، وهسمي ده اتش 3. حد عنده مشكله؟ طيب الوضع الثاني، الوضع الثاني ان حضرتك ادي الروتر بتاعك مش كده مش عارف خلاص ده انا بالظبط ده كده برضه نفس النظام دي كل حته بتقسمها 60 وادي الناس اللي احنا قلنا عليه تمام ونحط الهول سنسر على كام؟ على زاويه 120 وليكن واحد هنا 120 درجه يبقى الثاني هنا والثالث فين؟ والثالث هنا. انتوا متخيلين الشكل عامل ازاي؟ روتر عادي اهو. ايه؟ اتش 3 اللي هنا المكان على لا اللي دي. هنا ولا هنا؟ 60 كده. فين؟ الشمال. طب استنى. اتش 1 بعدين 120 درجة، اتش 2 بعدين 120 درجة، اتش كام؟ 3. يبقى اسميها 120 بوزيشن. ايه؟ دي 60. والثالث ده. ليه من دي 60؟ هي الثانية الثانية يبقى هنا مش كده؟ المفروض تبقى هنا. ما هي ده. ده كده مين؟ ده 60. بص يا شباب ده شكل الروتر بتاعك اهو، زي ما قلنا بتثبت عليه الديسك نفسه والسنسور بتبقى محطوطة على الجنب على مين؟ على السيتو بتاعك من بره. يعني بس جوه المكنة يعني داخلين من جوه. جوه المكنة داخلين من جوه. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ حضرتك السنسور دي هي اللي بتحدد الروتر بتاعك فين بالظبط، وباخد السيجنال دي زي ما قلت لك بدخلها على مين؟
على الكودر اللي عندك هو ده اللي بيتحكم فيه حركه الموتور. طيب السيجنال اللي جاي من هنا بتبقى شكلها عامله ازاي؟ خلينا نتفق اتفاق ان دايما اي واحد من دول دايما لا اما يدي صفر لا اما يدي واحد. الهير سنسور نفسه الهول سنسور لا اما يدي صفر لا اما يدي واحد. فبالتالي انا ممكن ارسم الجدول بالشكل ده، ادي اتش 1 ادي اتش 2 ادي اتش 3. طيب زي ما قلنا كل واحد ممكن يدي صفر او ممكن يدي واحد، بناء على ايه؟ بناء على الديسك ده وضعه عامل ازاي؟ انا هفرض من نفسي ده فرض وده اللي انت بتعمله في الامتحان، ان ده انت يعني الجدول ده يعني مجرد سكتش مش اكتر يعني. انا هفرض من نفسي ان طول اي اتش بالنسبه لي ما شايف الديسك يعني الديسك منطبق عليه تمام يدي واحد. انا هقول كده من نفسي يعني اي فرض وخلاص يعني تمام. وطول ما الراجل ده مش شايفه يدي كام؟ يدي زيرو. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ حاليا في الوضع اللي انا عامله ده كده الاتش واحد مش هكانها ورا الديسك على طول؟ اتش واحد ايه؟ تمام. اكان الديسك اللي هو الجزء الازرق ده مغطيها فيدي كام؟ يدي واحد. طب واثنين وثلاثة؟ زيرو وزيرو. الوضع ده يا شباب اللي هو واحد زيرو زيرو زي ما قلت لك يدخل هنا على الكودر تمام؟ يترجم لسيجنال معينة يقول مين في الناس دي تشتغل؟ اللي هي السويتشز اللي انتوا حطوها مع دكتور عبد المؤمن او الكلام ده يقول مين في دول اشتغل. طيب الوضع الجديد انا هفرض من نفسي عشان بس الموضوع يبقى سهل ان الديسك ده هيلف 60 درجه. يعني هيبقى بالتالي هيبقى حاجه زي كده. بدل ما هو كان كده اهو لا لف بقى كده. تمام. بدل ما كده لف بقى كده. هيبقى مغطي مين تحتين؟ اتش 1 و اتش 2. لما يجي على الوضع الجديد هيبقى مغطي اتش 1 و اتش 2. تمام؟ فالتالي ده يدي واحد ده يدي واحد ده يدي زيرو. نفس النظام الوضع ده يتحول الى سجن. الوضع رقم ثلاثه دي بدل ما كانت كده ده اصبحت كده. تمام يا شباب؟ كده مغطيه مين؟ واحد واثنين وثلاثه. فده يدي واحد واحد واحد. ايه؟ ايوه بلف 60. انا هنا بلففها 60. تمام؟ فاهمين يا شباب كده الدنيا عامله ازاي؟ وهكذا لحد ما تبقى الجدول ده. بناء على كل ستيج من دي او كل ستيج من دي تمام؟ زي ما قلت لك الكلام ده يتحول هنا فايرنج سيركت الناس اللي هنا. طبعا اللي انا اقوله هنا نفس الكلام اللي هنا بالظبط. الاثنين دول يا شباب موجودين بالتفصيل عندك في الورقه برده تمام؟ وموجودين برده في الورقه بتاع دكتور مهاب والورق بتاعي انا ودي اشرح لك الكونسبت العام عامل ازاي؟ اتخيل ان الديسك دايما بيتحرك ب 60 درجه وعشان كده باللوجيك كده انت هتعمل الجدول ده كم مره؟ يعني هيبقى فيه كام بوينت؟ كام صف؟ سته تمام؟ الوضع اللي هو الاولاني ده بعد كده الوضع الثاني الوضع الثالث الوضع الرابع الخامس السادس. حد متضايق من حاجه؟ طيب هو ده الهول سنسور وده دايما بيبقى مطلوب كده في المساله اللي انت بتحلها. يقول لك ارسم البوزيشن سنسور سويتشنج باتر باتر ما اعرفش اسمه بيسموها ايه؟ هي دي. حد متضايق من حاجه؟ طيب يبقى السنسور ده يا شباب بتقول لك فين مكان الروتر بالظبط وبناء عليها يبدا يتحكم في الدنيا هنا عندك بتشتغل ازاي؟ لو في اسئله اتفضلوا. انا طبعا بحاول الم الدنيا بسرعه عشان بس وقت السكشن. هو سؤال الاسم الجدول بس ولا تعمل الجدول تمام وترسم الكلام ده كويف فورم بمعنى ايه؟ بتعمل حاجه زي كده ادي اتش 1 ادي اتش 2 ادي اتش 3 تمام؟ احنا قلنا دي هتيجي كام مره؟ ست مرات. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا. بتمسك بقى الواحد. واحد 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 ست مثلا يعني. فيبقى هنا ادي واحد 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 بعد كده صفر. مثلا يعني. الثاني كان ايه؟ صفر واحد واحد. يبقى هنا كان صفر وبعد كده واحد واحد وهكذا. هو ده اللي بيبقى مرسوم منه مطلوب منه. طيب. بالنسبه بقى يا شباب للجزء اللي هو بتاع البراشس اللي هو السيكوانال دي الاكوبلنت سيرت بتاعته عامله ازاي؟ هتلاقي نفسك الريبورت سيرت بتاعتك حاجه زي كده. ادي البي اللي جاي من الانفرتر. هنا يا شباب قبل كده في داتا الانفرتر كلها. فده هو البي الخارج بتاع الانفرتر. انا هنا برسم سنجل فيز. اللي بسميها سنجل اكوبلنت سيرت بالفيز. الكوفرنت سيركت بير
في ان المكنه بتاعتك ممكن زودت لك ممكن تبقى 3 فيس 5 فيس اي حاجه تمام. ده الريزيستنس بتاع الموتور اللي عندك دي الاوميجا ال اللي هي الاكس يعني بتاع الموتور وادي الباك ام اف اللي انا سميها الاي وده هنا الكرنت. طبعا انت مش مطالب ان الرسمه دي جت منين بالتفصيل يعني هي دي كده بسميها الكوبرنت سيركت للبراشلس دي سي مود. طيب في كل مسائلنا خلي بالك ان الكلام ده اي سي في كل مسائلنا يقول لك كده افرض ان الار اي كبيره جدا 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 مقارنه بالاكس ال او الاكس اللي عندك يعني اصبحت المكنه عامله ازاي عايز زي كده اسال حضرتك سؤال ايه الفرق بين السيركت دي والسيركت بتاع الدي سي ماشين الحاجه الوحيده الفرق الوحيد بس ان انت هناك كنا بنحط هنا برش يعني كده دي كده دي سي ماشين اللي انا عم بحرين ده شباب ده كده دي سي ماشين مسحت دول وعملتها دايره بس يعني مفيش برشز ده كده برشلس دي سي ماشين يبقى كلمه دي سي ماشين اللي هو الشخص اللي كان بيسال من شويه اول مسمى ليه سميناها دي سي ماشين عشان اللي كنا السيركت بتاعتك شبيهه ليه الدي سي. طيب معادله دي طبعا مفيش احقر منها ادي في ايكوال الاي زائد الاي في الار بس ارجع اقول لك تاني خلي بالك ده مين بير بي. الحاجه الثانيه لو حضرتك عاوز تحسب الاي احسبها ازاي لو حابب احسب الاي احسبها ازاي لو انت كنت فاكر في الدي سي ماشين كنا بنقول ان ده عباره عن الكي في الفاي في مين في الاوميجا ده كده كان دي سي ماشين هنا برضو حاجه شبهها بالظبط ان الاي هي عباره عن كونستنت معين بسميه كي بي ام في الاوميجا فده شبيه ده شبيه ده وعشان كده برضو ده احد اسباب ان انا اسمي المكنه دي دي سي تمام يبقى الاي بيساوي كي بي ام في مين اوميجا ده اللي هو سميه الموتور كونستن الموتور كونستن ودي الاوميجا بس تخلي بالك دي لازم تكون الكتر لازم تكون الكتر تمام كده طيب الحاجه الثانيه اجيب كده ازاي في المساله في مسالتك دايما بيكون مدي لك في المساله من فوق الاشر كونديشن للراجل ده يعني بيقول لك ان الاوبن سيركت فولتج ده شغال اسميه الاوبن سيركت فولتج وليكن ايه مثلا يعني ال ار بي ام ايكوال تو 250 فولت ده اللي بيكون مدي لك كونديشن زي ده بكل بساطه الغرض الاساسي منه ان انا احسب مين الكي بي ام وانسى ان انت جبت البي ام ثابته بعد كده في المساله كلها تمام يبقى دايما بيكون مدي لك كونديشن زي ده شباب عشان اجيب منه الكي بي ام وعلى فكره وانسى ان انت جبت الكي بي ام عند اي اوميجا فيما بعد تقدر تحسب مين الاي بي وعند اي اي دايما بيكون الرقم ده موجود عندك في المساله وانت عندك الاي فاقدر احسب مين التيار اللي هو الاي ده الار بعد ما حسبت الاي اقدر احسب هنا الديفلوبد باور الديفلوبد باور هي عباره عن ايه الاي في الار دي بتاع مين بتاع دي سي ده كنا برضه قلناها قبل كده ده نفس الرول يا شباب بتاع دي سي قبل كده هو نفس النظام برضه هنا الفرق بس الوحيد ان انا بيبقى فيه ام مين الام دي نمبر اوف فيز انا قلت لك من شويه المكنه دي ممكن تبقى 3 فيز 5 فيز 7 فيز اي رقم اللي حابب يمشي وعنده حاجه يتفضل يمشي يبقى الام في الايه فين في الار او هي عباره عن التورك في الاوميجا زي ما انت لاحظت يا شباب نفس الرولز اللي احنا كنا بناخدها قبل كده ده يا شبابنا طيب لو انت عاوز تعمل سبيد كنترول على المكنه دي هعملها ازاي لو احنا عاوزين نعمل سبيد كنترول على المكنه بالنوع ده هعملها ازاي بس يبقى تحاول توصل للمسألة بشكل كويس المسألة دي تحاول بطريقة تانية في الفيديو اللي فات أو الفيديو ده حاول توصل لها كويس بص شباب أنا هظن بالظبط يعني 10 دقايق ولا ربع ساعة كده لو أنت عاوز تعمل سبيد كنترول بالمعادلة دي أقدر أقول إن الـ V هي عبارة عن الـ E زائد الـ I في الـ RA عشان ده وحاطط إداله الـ KBM في الأوميجا
واشيل ده واحط بداله التور على الكي بي ام في الار اي. في هذا خاصه ولا كده مظبوط الام على الكي ايه الام في ام مش كده هو ناقص ايه في المقاطع هي ناقصه ايه ناقص ايه مش ايه بقى انا هنا قلنا التور عباره عن الام في الاي في الاي على الام. طيب في نفس الوقت الاي عباره عن الام الكي بي ام في الاوميجا في الاي اي على الام. طيب دي مع دي يبقى الاي عباره عن الكي على الام الام في كي بي ام الاي عباره عن التور على الام في الكي بي ام. تمام تخسر كده يا شباب المعادله دي هتلاقي في الاخر شبيهه بالظبط لمعادله ال الماشين اللي كنا بناخدها قبل كده اللي هي بتاعت سي. هتلاقي ان ده عباره عن في اس على الكي بي ام ناقص التورك على الام على الكي بي ام الكلام ده سكوير في مين في الاريا. دي يا شباب كانت نفس المعادله بتاعت الدي سي ماشين. تمام وفي الاخر كنت هتلاقي بنفسك بتبقى معاك معادله زي دي وكل ما غير الفيلد بالنسبه لك هيبقى حاجه زي كده. انا دايما يمنيش قوي يعني هكتبه عندك برضه ان شاء الله في التفصيل. الفكره يا شباب في المسائل بتاع الراجل ده بتاع الجزء ده يعني المسائل بتكون سهله جدا 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 بس مشكلتها بتاخد وقت كبير حبتين. ليه؟ مش عشان صعبه علشان الموضوع بيبقى فيه مطالب كتير. يعني ايه مطالب كتير؟ تبص تلاقي مثلا يجي لك في المساله دي بقى لما يجي لك كل الداتا بتاع المساله اللي عندك دي سابها. اه وانا اجيب الفي هنا ازاي؟ الاي هنا ازاي؟ ايه؟ الاي هجيبها هنا ازاي؟ فين طيب هنا؟ اه لا انا بقول لك ده قانون الاي تمام كده؟ هو كل ديت معلومه في المساله حاجه زي كده بيقول لك لو سيرت فولتج ايه ار بي ام ايكوال 250 فولت عوض في الار دي ولا لا عوض في دي عوض في دي 250 وعوض بده عند ال 1000 ار بي ام جبت مين كده؟ جبت الكي بي ام. فيما بعد في المساله كان مدي لك سرعات ثانيه بقى عن السرعات الثانيه دي نروح في الكي بي ام عشان تجيب مين؟ الاي عند السرعات الثانيه وبعد كده ارجع وعوض في البوشن دي. فده اللي انا كنت هقوله دلوقتي حضرتك زي ما قلت لك كده بيبقى مدي لك معلومه في المساله خلاص مدي لك بدايه المساله مثلا وليكن يقول لك ان الراجل ده عباره عن البار بتاعته كذا البار كذا الار بكذا. يجي بقى المشكله فين في المساله؟ المشكله يقول لك مثلا وليكن عاوز يحسب الفولتج بتاع المكنه دي وعاوز يحسب الديفلوبد باور وعاوز يحسب الديفلوبد تور الكلام ده عند السرعات الاتيه ان 1 وان 2 وان 3 وان 4 ده بيكون مطلوب واحد بس عاوز يحسب كل الكلام ده عند مين؟ عند الانات دي. حضرتك لو انت رحت عند كل ان من دي حسبت الاربع حاجات الدنيا هتلاقي يعني هتكبر منك سهل مساله سهله جدا بس بتاخد منك وقت كبير. فبالتالي انا بحاول احسب الكلام ده عند الاربعه كونديشن دول مره واحده. ازاي؟ بحاول اجيب معادله تربط بين الفي وبين الام وبين الاف وبين الان وبين الدبر الدوار وبين الان وبين التورك وبين الان. هتقول ازاي؟ هقول لك الموضوع سهل جدا. احنا عارفين ان الفي ايكوال الاي زائد الاي اي في الار اي مش كده؟ طيب ده عباره عن الكي بي ام اللي انت جايبه في بدايه المساله من الريشال كونديشن في مين؟ في الاوميجا زائد الاي اي في الار اي. طيب ده نفسه عباره عن كونستن. الاوميجا عباره عن كام؟ 2 باي على 60 في مين؟ في الام. بس هنا في مشكله. هي المشكله الظلمونه الام. هو في مشكله ولا مشكله عندي انا؟ الجولز بتاعتك فين؟ هيبقى مدالي دي. هي دي كده اوميجا نت مش كده؟ المفروض تبقى بي في الاوميجا. تو باي ان تو باي على 60 في الان بس ان الفي هتلاقي وانا بسترجع لك هيكون عندك الورقه اللي هتقولك ان شاء الله البي اللي هي بتاعت التحول من الميكانيكال الالكتريكال والعكس هي داخله جوه البي نفسها جوه الكي نفسها. البي اللي هي نمبر وبير بول داخله جوه الكي نفسها. ارجع لما ترجع للورقه هتشوفها يعني ان شاء الله. فدي هي 2 باي على 60 في الان بس وخلاص. تمام زائد مين؟
الاي ايه في الاي حضرتك في المساله عندك دول هيبقى عندك ارقام الناس دي ارقام ثابته فمن هنا اقدر اقول ان الفي هي بتساوي رقم معين في الان ناقص مين سوري زائد مين رقم تاني بس وصلت لكده المعادله وما تعوضش فيها سيبها كده ما تعوضش في حاجه من دي سيبها زي ما هي كده الحاجه الثانيه روح هات المعادلات الثانيه ان الاف ايكوال ان بي على 60 البي عندك وال 60 عندك ابتدى نمبر اوف بيربول موجود عندك في المساله وال 60 ده رقم ثابت فهتلاقي ده كونستنت طبعا في مين؟ في الان هذه المعادله الثانيه المعادله الثالثه اللي هي بتاع مين؟ وليكن بتاع البي دي البي دي هي عباره عن الام في الاي في الاي اي ده عباره عن الام في الكي بالام في الان في الاي اي كل الناس دي رقم ثابت ما عدا الان يبقى ده في الاخر رقم ثابت في مين؟ في الان ادي البي دي مش مش الاي بيساوي كي بي ان في الاوميجا مش الان اه ماشي 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 هي كان الاوميجا بس انا قصدي الاوميجا فيها 2 بارس كي بدخلها جوه الكونست الاوميجا فيها 2 بارس كي بدخلها جوه الكونست هيبقى كده طيب الحاجه الثانيه التورك عباره عن مين؟ على البي دي على الاوميجا مش كده؟ في الاخر هيبقى برضه البي دي اللي انت لسه من شويه يعني في الاخر هتبقى برضه ايه؟ ايكويشن في مين؟ في الان بعد ما عملت الكلام ده كله يا شباب بعد ما جبت كل حاجه بقى ريليشن في الان كل اللي انت هتعمله هتيجي راسم تيبل وهو اوريدي اساسا في المساله بيقول لك حط حط الارقام في تيبل هتلاقي نفسك بتحط تيبل معين بالشكل الاتي عند الان اللي هي الان واحد بالنسبه لك مثلا وليكن 500 900 1000 1200 بتروح تعوض في معادله الفي هتجيب الفي 1 الفي 2 الفي 3 الفي 4 اللي هي طبق الكوشن دي تمام كده؟ روح عوض في معادله الاف اللي هي دي هات الكلام ده عوض في معادله البي هات الكلام ده وهكذا لو عملت الطريقه دي المساله بالظبط هتخش منها دقيقتين ثلاثه اللي هو وقت الكتابه غير لما تمسك ان واحد وتروح تحل تجيب البي بعد كده تجيب معرفش الاف بعد كده تجيب البي حاجات مالهاش لازمه والعكس بالعكس يا شباب بمعنى في بعض المسائل هو اللي بيبقى مدي لك الفي 1 والفي 2 والفي 3 والفي 4 ويقول لك اعمل نفس الكلام فانا برضو بحاول اوصل لايكويشن وهم ما فيش الا ارقام الايكويشن دول يعني يعني مثلا اول ايكويشن عندك اهي هي دي بتحاول استنتج منها علاقه بين الان والفي ادي المعادله الثانيه ادي المعادله الثالثه خلاص ما عندكش معادلات ثانيه كتير يعني يبقى انا عاوز اقول في المسائل ان حضرتك بتحاول توصل لشكل اكسبريشن معين تعوض عنده عن في بيئات بيئات معينه او بيئات معينه في مشكله؟ طيب هقول حاجه اتفضل هو الايكويشن دي ازاي هو بيكون عاطي لك معلومه في المساله بيقول لك اد كونستنت تور او اد كونستنت كارب مساله دكتور مهاب كلها بيحلها عند الكونديشن ده كونستنت طيب بصوا يا شباب المسائل هو بيقول لك في المساله كده 3 فيز او 5 فيز او اي حاجه براش كيس دي سي موت ويجي مديلك الداتا بتاعته او او يقول لك المساله عشان بس الناس برضه ما تتلخبطش وتقول ايه اللي جاب المساله دي هنا مساله دكتور مهاب كلها بتتحل بالطريقه دي مهما عملت في المساله او يقول لك ان انت عندك وليكن 3 فيز بيرمنت ماجنت سنكرونس موتور ويروح يديلك الداتا بتاع الراجل ده تمام ويقول لك ان المكنه دي شغلت معاها درايفر انا لسه كنت قايل لك من شهر للشهر ان ده اساسا لما تشغلوا ده يتحولوا هما الاثنين الى براشلس دي سي فممكن الداتا بتاع المساله هو اساسا يقول لك بيرمنت ماجنت سنترس موتور بلاب 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 في الاخر الراجل ده اشتغل عن طريق درايف عاوز يقول لك بمعنى اخر المكنه دي اصبحت ايه؟ براشلس دي سي معايا كده ولا ايه؟ حد متضايق؟ طيب الحاجه الثانيه عشان بس ما احسش لخبطه في المسائل الامتحانات والكلام ده بص هو دكتور مهاب من النوع اللي عنده فلكسبيتي شويه في المسائل فبالتالي ما تسيبش مساله فاضيه يعني ودايما بيقول لك ايه اعمل اسامبشن اي حاجه مش عارف المساله اعملها اسامبشن بس يعني حاجات تكون لوجيك حاجات مش موجوده فانت بتعمل اسامبشن طيب في بعض المسائل الثانيه كتير يا شباب يقول لك ايه من ضمن بقى الحاجات الغلط في المساله يقول لك
ان الموتور بتاعك مثلا هيكون 10 كيلو وات وراح نكمل المساله دي المفروض ان يعني او بتباور ايه علاقتها بين ايه بتباور في الافشنسي طب ما فيش افشنسي في المساله نعمل ايه من احد الحلول اللي هي ممكن تمشي صح وهتلاقي ورا عندك حلول عندها ان انا بقول ان الافشنسي بتاعك 100% مع ان الكلام ده مش مظبوط اساسا بس احنا لو بنتكلم في صح الجزء دي كلها اساسا يعني مش مظبوطه 100% في بعض الناس يقول لك ايه ان الكوش 100% تمام كده وبالتالي يبقى الباور عباره عن كام الفي في الاي في كوزين فاي والكلام ده هنا كام لو قلت ده فيه وده فيه ده كام بالظبط حطها شباب بشكل عام ام ان الراجل ده زي ما قلت لك ممكن يكون 5 فيز ممكن يكون 3 فيز ممكن يكون اي حاجه فهنا بشكل عام ايه نمبر فيز ده كام فاي على ام ده دايما بواحد لان احنا فرضين في الحل بتاعنا ان المساله بتاعتك ار اكبر بكتير من اوميجا اكس ال وانا بقول لك عملت شغلني بقى اقول لك دي سي دي سي دي سي فبالتالي الباور فاكتور دايما بكام بواحد محدش يسال عليه كام فدايما الباور فاكتور واحد وعشان كده البي هي نفسها مين هي نفسها الاس اللي هي بيسموها بين التباور ده اصلا مش الحل يعني في واحد تاني يقول لك لا الافشنسي مش 100% وده صح ليه صح ان انت لو عندك الار ايه في المساله موجوده بالرقم يبقى اكيد مستحيل الاول بيساوي ما في لص هنا مش كده ولا ايه فبالتالي يقول لك ايه الافشنسي مش 100% فالحل الادق والصح وده كمان ادق من ان انا اعمله في الورق الورق ده موجود عندك في سنتين ثلاثه ان انت تقول لا ان ديفلوب باور هي بقى الاوتبوت باور يعني انت بس جيت في اخر الباور فلو ادي البي دي وادي هنا البي بوتيشنال وهنا في مين الاوتبوت باور يعني كل اللي انت عملته بس عملت انفيكشن لمين دي يبقى ده ايكوال ده يا شباب الحل ده اوقع او صح عندك بس لو ده هيمشي ان شاء الله يعني طب هنا هعمل ايه يعني هقول لك لا ما في الحاله دي بقى يبقى ده ايكوال 10 كيلو وات اللي انا هسويها مين بالام الاي بالار او سواء بالتورك بالاوميجا وابدا احل معايا كده يا شباب في بعض المسائل الثانيه لا هو بيسال عليك بيقول لك بالكوسين دي اسمها الاوتبوت باور او الانبوت باور وفي نفس الوقت يديك مثلا يقول لك الافشنسي مثلا ايه 80% 70% بيقول لك ايه رقم خالص تمام ارجع اقول ثاني مسائل دكتور مهمه مسائل سهله جدا بس دايما بيكون فيها نظر يعني ايه زي ما قلت لك انا شويه ارسم الجود سنسورز ارسم معرفش مين ارسم مين فكرتني بحاجه معلش لسه معلش هقولها في 5 دقايق اللي هو ممكن يقول لك ارسم شكل الفولتج اللي داخل على اطراف الموتور اللي هم 3 فيز مثلا هيبقوا عاملين ازاي هل ده سؤال ليك انت هل هيبقى عاملين كده ده الاول وبعدين الثاني مش شايف 120 والثالث مش شايف 120 اكيد لا اصل ده بيتقاس على طريق الفيرت فاكيد القرار داخل عليه مش نصين وي هي عباره عن مجموعه من الستبس تمام لكن بقى اللي هي الحته اللي بنقول عليها 120 كوندكشن وال 180 كوندكشن دي والكلام ده ده بتاع دكتور مين اللي دفع بره بص هو لو طلب منكم حاجه زي كده بتطلبها دايما سينكيز بس فبص خليك معايا كده عادي ادي سينكيز ادي اول واحد ادي الثاني ادي الثالث عندك ثلاثه برانش كل واحد راكب عليه تو سويتش زي ما قلنا السويتش ده ممكن يكون موسويت اي جي بي تي بي جي تي اي حاجه تمام وده كده خارج على الفيزا اي وده خارج على الفيزا بي وده خارج على الفيزا سي ونقول ان ده 1 3 5 وده 2 4 6 مش كده وده بيبقى جاي من دائرة اللي هو الفلتر موجب سالب والناس دي داخله على اطراف مين على اطراف الموتور تمام كده طيب السؤال المهم عشان ده يشتغل يبقى لازم السويتش ده او السويتش ده يشتغل مش كده يبقى 4 ده 1 و4 ده 3 و6 ده 5 و2 طيب الحاجه الثانيه المفروض نبقى عارفين ان لو القبر اشتغل يبقى الفولتج بتاع الفيزا اللي احنا بنتكلم عليها سواء الاي او الفي او السي هيبقى عباره عن كام؟ موجه في دي سي يعني لو ده اللي شغال واللي تحت طافي يبقى الموجه بقى متوصل هنا والعكس بالعكس لا
لو اللور هو اللي شغال يبقى الفولتج بتاع الفيزر يبقى عباره عن نيجاتيف بي دي سي، ولو مفيش حاجه شغاله خالص يبقى بكام؟ يبقى بزيرو. معايا ولا ايه؟ طيب بعد ما عرفنا الحته دي ارسم ازاي الفي اي والفي بي والفي سي. قبل ما ترسم الفيهات ارسم السوشيات الاول، يعني مين اللي هيشتغل مع مين؟ مين هيشتغل مع مين؟ احنا عندنا حته موضوع وليكن ده السويتش، ده برضه هتفرق ورايا يا شباب بس يعني افهم معايا هنا. ده وليكن السويتش رقم واحد مثلا يعني، ده رقم اثنين، ده رقم ثلاثه، ده رقم اربعه، ده رقم خمسه، ده رقم سته. تمام؟ طيب الناس دي ست مرات، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، مش مهم. مبدئيا احنا بنفرض ان دايما هيكون شغال معايا. بالنسبه لي انتوا طبعا بتاخدوا في المحاضره عندكم تقريبا كده ان ممكن يبقى شغال واحد من فوق مع اثنين من تحت، او واحد من تحت مع اثنين من فوق، مش كده؟ نعم. وفي اوبشن ثاني ممكن يبقى واحد من فوق واحد مع واحد من تحت، بس ما ينفعش يبقى في نفس الايه؟ في نفس البيج دي. فاللي عندنا في الكتاب او اللي عندنا يعني في الورق او اللي مش عندنا هو لما تيجي في الامتحان انا بقول لك عليه ده، ده بس. بتبطل الحته دي ورق. دايما هنفرض ان واحد من فوق مع واحد من تحت. دايما هنفرض ان واحد من فوق مع واحد من تحت. وانا كمان للاسف بالنسبه لي ببدا ازاي؟ بقول ان في الريجن ده هيشتغل معايا المفتاح رقم 6 والمفتاح رقم 1. خلي بالك ده 2 ده كده 3 ده 4 ده 5 ده 6. طيب 6 و1 شغالين يبقى الرسمه عامله ازاي؟ يبقى هاجي على ده هيبقى اون، وهاجي على ده اون. يبقى انا كده فعلا في اول فتره اللي شغال ده وده. حد متضايق معايا مني في حاجه؟ بعدها على طول خد واحد وابدا بيه. واحد يبقى ده واحد واثنين. يبقى واحد شغال واثنين شغال. اللي بعديه خد الرقم الثاني وابدا بيه، اثنين ثلاثة. يبقى ده شغال وده شغال. اللي بعديه ثلاثة وأربعة. يبقى ده شغال وده شغال. اللي بعديه أربعة وخمسة، هذا أربعة شغال وخمسة شغال. آخر واحد خمسة ومين؟ وستة. يبقى ده شغال وده شغال. بعد كده ستة واحد اللي في الأول، اللي في الأول كده الموضوع سهل أهو للحفظ. يبقى ده كده شكل السويتشات اللي هتشتغل، مرة ده مع ده، مرة ده مع ده، هيطلع معاك في الآخر الشكل ده. طب السؤال ده المهم، طبعا دي بنسميها كام؟ 120 ولا 180 دي؟ 180 180 ليه؟ 120 كلها 60 درجة أهو، قصدي 60 و60 120. طب أسأل حضرتك سؤال، ده علاقته إيه بالفولتج اللي ظهر على الـ A والفولتج اللي ظهر على الـ B والفولتج اللي ظهر على C؟ المفروض ده لو إحنا فاهمين باور الكترونكس بقى كويس نمشي مع السيجنال دي ونترجمها في الآخر بشكل الـ VA وشكل الـ VB وشكل الـ VC. عشان لو احنا فاهمين باور الكترونكس تمام. طب احنا مش فاهمين بنعملها ازاي او بنحفظها ازاي؟ الموضوع سهل جدا. حضرتك انت حاليا مطالب ان انت ترسم شكل الفي اي وشكل الفي بي وشكل الفي سي. الموضوع سهل اهو، ادي الفي اي ادي الفي بي ادي الفي سي، وكل واحد من دول هات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أول ريجن اللي هناك ده شغال كام وكام؟ ستة واحد. طيب ارجع هنا ستة واحد، يبقى مين الفيزات اللي شغالة؟ الـ A والـ B. واحد متوصل على مين؟ على القبر. يبقى حاليا في النقطة دي الفيزا إيه شايفة؟ بوزيتيف. طب الفيزا دي متوصله على 6 وال 6 ده متوصل على لور، يبقى شايفه نيجاتيف. فاهمين الحته دي؟ يبقى انا بكل بساطه هاجي في اول حاجه هنا الفيزا ايه متوصله على 1 فبالتالي شايفه بي دي سي. الفيزا بي هي اللي شغاله معايا عشان 6 هو اللي شغال بس شايف مين؟ شايف نيجاتيف
دي سي. طب الفيزا سي مش شغاله يبقى شايفها كام؟ شايفها زيرو. ما فهمتش دي فاهم اللي بعديها. الوضع الثاني واحد واثنين. واحد واثنين هنا يبقى بينهم مين؟ اي وسي. اي شغاله مع واحد شغاله من فوق والاثنين شغاله مع سي شغاله مع من تحت. يبقى ده برضه هيكمل ده والسي هنا يبقى شايف كام؟ شايف نيجاتيف. ايه تاني؟ اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة مين ومين؟ البي والسي. تمام؟ ثلاثة ما زال سوري اثنين ده اللي هو تحت مش كده؟ يبقى ده انا اسف اثنين اللي هو تبع مين؟ سي. مين سي؟ سي نيجاتيف يبقى نيجاتيف برضه مش كده؟ وثلاثة بي بس ايه؟ بي انا فين؟ اتفضل انا استني بس انا لخبطت انا نسيت ان احط زيرو. الفترة اللي جايه نسيت ان احط زيرو. يبقى ده هنا ايه؟ بوز. طيب اللي بعديها؟ 3 و4. 3 مع البي بوزيتيف. فكروني دايما احط زيرو على الحاجه اللي مش شغاله ها؟ طيب يبقى هنا كام؟ ادي الموجب 4 مع بي. الراجل ده وده زيرو. أربعة وخمسة. أربعة مع دي إيه مع ده. خمسة مع سي سي وده بزيرو. خمسة وستة ولا إيه؟ خمسة وستة. خمسة مع دي وسي مع سي. ستة مع البي وده بكام؟ وده بزيرو. هل زي ما انتم شايفين ده كده كام؟ 120 كوندكشن ديجري. في مشكله كده؟ ده الفيزات اللي هي الفي اي والفي بي والفي سي. الفي اي والفي بي والفي سي. ممكن يطلب منك مطلوب تاني يقول لك احسب بقى الانديوز اي ام اف اللي هي الاي اللي موجوده على المكنه بتاعتك من جوه. برضه نفس النظام لو احنا عايزين نفهمها بالتفصيل لازم نرجع لقوانين الباور الكترونكس. هنا بنعملها ازاي؟ بكل بساطه. تعالى هنا فوق الناس اللي هي الفي دي سي واعمل خط كده عادي خالص اهو. اي قيمه طبعا انا ممكن اعملها اهو. وهنا الفيزا بتاعتك من تحت نفس النظام اهو. وكل اللي تعمله وصل ده بده. بس لو بياخد شكل الترابيزيوم ده له فورمه زي كده ده نفس النظام اهو. وده نفس النظام. حد فاهم حاجة؟ حد هيحفظ حاجة؟ هما دول. الاسود ده انا رسمه ده هو الاي. هنا الاي اي وهنا البي وهنا السي. الناس اللي انا كنت رسمه الاول هي الفولتج نفسه. الاي اي والبي بي والبي سي. حد عنده مشكلة يا شباب؟ بيجي ارقام ولا كده لازم خلاص؟ ايه؟ بيجي ارقام ولا لازم كده خلاص؟ لا لا دي ارقام ممكن سوري دي ممكن تيجي لوحديها سؤال نظري خالص. أو ممكن يجي جوه المسألة، يعني المطلوب ده ممكن مثلا ياكل الكلام يكون المطلوب رقم دي وده المطلوب مثلا رقم اي. طب الاي والبي والسي مسألة أرقام زي اللي أنا قلتها لك من شوية. اللي مثلا يقول لك عند سرعات معينة هات لي الفولتج هات لي الباور. يدخلك فيها حتة زي كده. إيه؟ يدخلك فيها حتة زي كده. ويدخلك فيها حتة من دي من تحت. يا إما يكون دي أسئلة مستقلة. آخر حاجة خالص بقى لو قال لك ارسم الفي والباور والتورك مع السرعة. أو هنا عاوزك تعمل سكتش. يعني إيه سكتش؟ يعني في الاخر انا مثلا وليكن بعمل حاجه كده ادي الان عند سرعه 500 عند سرعه 1000 عند سرعه 1500 البي كان عامل ازاي؟ ارجع المساله بتاعتك البي مثلا وليكن كان رقم زي كده انا بجيب الشاب انا بتكلم على الكالكوليتر الارقام اللي احنا عملناها الحسابات اللي عملناها من شويه البي طلع معاك برقم مثلا عند السرعه دي وهنا مثلا وليكن طلع رقم ثاني وهنا طلع رقم ثاني وصل ده مع ده خلاص كده. طب ما اعرفش الكرنت كان كونستنت يبقى مثلا هيكون حاجه زي كده. طب الباور ما اعرفش بتزيد يبقى الباور كان كده. كل ده على نفس الجراف. تمام وسكتش مش اكتر انت دلوقتي بتحدد النقط بتاع كل واحد عند السرعات المختلفه اللي عندك. فده الجراف بتاع ال مع الايه؟ مش مع اي حاجه هو الناس كلها مع السرعه. يعني مثلا دي رسمه في مع السرعه. دي رسمه كرنت مع السرعه. دي رسمه ما اعرفش باور مع السرعه. على حسب الارقام اللي عندك في المساله. حد عنده مشكله يا شباب؟ الجزء ده شباب سهل جدا واتمنى لو انتوا فاضيين الايام اللي احنا فيها دي
حاولوا تذاكروا الملزمه دي كويس اللي هي مصروف فيها البراشتس دي سي، بالاضافه ان انت تتفرج على المحاضرتين بتاع دكتور شلبي وتحل عليهم الشيت اللي انا هفتحه لك ان شاء الله بالحلقه دي كده. ان شاء الله لو حصل نصيب الشغل الترم الجاي ان شاء الله في ماده ما عندهم مشكله. السلام عليكم.